بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أنا برحب بالأستاذ الدكتور محمد شلتوت، وعلى يعني تفضله بقبول إن هو يقدم لنا ورشة في الأكاديمية المهنية للمعلمين، وبرحب بكل السادة الحضور. وفعلا بشكر معالي الوزير على رعايته ودعمه لمجموعة الورش اللي بتقدمها الأكاديمية المهنية للمعلمين. والحقيقة احنا اخترنا ان احنا نبتدي، ومعاكم يعني أستاذ دكتور محمد شوقي شلتوت، الحقيقة يعني عالم من أعلام تكنولوجيا تعليم، ومستشار في مجال التعليم الإلكتروني والمحتوى الرقمي في أدوبي، وعنده شهادات أكاديمية ومهنية مميزة، يمكن من أشهر الشهادات اللي حاصل عليها أدوبي سيرتيفيكيت بروفيشنال إن فيديو ديزاين، وجوجل ديزاين يو اكس ديزاين، وطبعا له تجارب عديده مع اكثر من وزاره، سواء وزاره التعليم في السعوديه وفي بعض الدول الاخرى. اشتغل محكم في مسابقات دوليه في بولندا وفي شرق اوروبا وفي دول عديده، وانا وله العديد من المؤلفات. لو قعدت اتكلمت الورشه هتخلص واحنا بنعرف الدكتور محمد، لان الدكتور محمد السي في بتاعته بسم الله ما شاء الله متميزه. والحقيقه انا بشكر جميع الساده الحضور على فعلا ثقتهم فينا، وبشكر معالي الوزير لان هو داعم جدا لمجموعه الورش التي تقدم لأهميتها ولاهتمامه بالتنمية المهنية للمعلمين وأعضاء التدريس. طبعا بشكر جميع الحضور سواء من مصر أو من الدول العربية، منوريننا في منصة الأكاديمية، ونوعدكم إن إحنا مستمرين في سلسلة ورش العمل والندوات إن شاء الله، ودي هتقدم تباعا. والحقيقة الحمد لله إن شهادات الورشة الماضية كلها تم الانتهاء منها، وبترك الحديث وبداية الورشة للأستاذ الدكتور محمد. اتفضل دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. طبعا أنا بشكر حضرتك يا دكتورة والله، وكل الكلام اللي أنت قلتيه إحنا لسه بنتعلم وبنجتهد وبنتعلم من حضرتك طبعا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نكون عند حسن ظنك في الورشة النهاردة. بإذن الله تعالى هبقى معاك في ورشة استكشاف آفاق المستقبل في التعليم، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تمكين المعلمين من صنع جيل من المفكرين. في البداية بس الصوت مسموع كده تمام؟ في أي مشكلة في الصوت؟ تمام يا دكتور. تمام كده، طيب ماشي. نتوكل على الله كده إن شاء الله بإذن الله تعالى، وإن طبعًا الدكتورة عرفتني وأنا مش عارف نفسي تاني، دي شريحة يعني تقليدية كده عشان الناس بس. في البداية طبعًا أنا بشكر معالي الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طبعًا على رعاية الورش، وإن شاء الله ربنا ينفع بيه بإذن الله تعالى في كل ما هو نافع للمعلمين وللتعليم في مصر بإذن الله تعالى. وطبعا الشكر موصول لأختي العزيزة سعادة الأستاذة الدكتورة زينب خليفة، مدير أكاديمية المهنية للمعلمين، ويعني هي زميلة عزيزة وأخت فاضلة وبنتعلم منها كمان، وإن شاء الله اللقاءات دائمة، ده مش أول لقاء بينا وبين بعض إن شاء الله، يعني في لقاءات سابقة قبل كده، إن شاء الله اللقاءات تكون دائمة بإذن الله تعالى. تمام، خلوني أدخل بس كده سريعا في مقولة قبل ما أبدأ الورشة بتاعتنا بإذن الله تعالى، وده توضيح أو إضاءات للناس كده. الذكاء الاصطناعي، عشان بس الناس تفهم الكونسبت بتاعه، إن كانوا معلمين معانا، إن كانوا أعضاء هيئة التدريس، إن كانوا باحثين، الذكاء الاصطناعي مش زي ما الناس بتصور لك على السوشيال ميديا، هو مجرد مجموعة من التطبيقات والمواقع. مش هو ده بس، يعني مش الذكاء الاصطناعي اللي انا اعرف اتعامل مع البرنامج الفلاني او اعرف اتعامل مع الموقع الفلاني، ده هيعمل لي الصوره وده هيعمل لي، لا، الذكاء الاصطناعي القادم هو مستقبل فيه امكانيات هائله. والورشه وورش سابقه
هي قدمت بعض الحاجات اللي ممكن تساعد حضراتكم النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى، برضو اكمالا لما قدمته سابقا في ورش سابقه على قناتي، الامكانيات، اظهار الامكانيات الخاصه بالذكاء الاصطناعي. علشان ايه؟ مش عشان انا اعمل صوره واغير صورتي ولا اغير صوتي والحاجات الجميله اللي بتتعمل على السوشيال ميديا حاليا، لا، انا عايز اعزز العمليه التعليميه وارفع من مهارات المعلمين. وده اللي احنا يعني هنخرج منه بالورشه، يعني اتمنى وادعو ربنا اللي في نهايه الورشه هنوصل للنقطه دي باذن الله تعالى، اللي انا هوريكم الامكانيات الهائله او بعض الامكانيات، عشان الورشه ومدتها ممكن ما نقدرش نستعرض كل شيء. وكل ده هيساعدني في النهايه اللي انا نوصل باللي احنا نرفع من مهارات المعلمين ونعزز العمليه التعليميه. وده مش فكره اللي انا ابص على فيديو او اتنين، لا، ده عن طريق التعلم المستمر، المشاركه النشطه في ورش وبرامج مختلفه عن الذكاء الاصطناعي، وتطوير وعي اخلاقي علشان الامور الاخلاقيه في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. ايه اللي هنتكلم عليه في الورشه النهارده؟ وانا عارف ان كلكم شوق اللي انتوا تعرفوا احنا هنتكلم على ايه، وانا بقى عندي صعوبه دلوقتي في اي ورشه بقدمها اللي انا لازم احاول اقدم جديد عن الورش السابقه. انا فضل ربنا عندي اكتر من يعني 15 فيديو عن الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي وغيره، فبحاول كل ورشه او كل فيديو بسجله وارفعه على القناه او اشارك بيه في ورشه زي ورشه بتاعت الدكتوره زينب كده، يكون في شيء مختلف او في اضافه، والاضافه دي مش من محمد شلتوت، الاضافه دي من الجديد اللي بيحصل حوالينا والتطور اللي بيحصل. وعلشان كده انا هتكلم النهارده باذن الله تعالى في الحاجات اللي قدام حضراتكم دي، هتكلم عن مقدمه، ثم هتكلم هو ايه الذكاء الاصطناعي التوليدي، وده المهم اللي منتشر دلوقتي مع العمليه التعليميه. والجزئيه بتاعت مع العمليه التعليميه دي مفتوحه معايا، هتشوفوا دلوقتي اللي احنا هنتكلم في كل جوانب العمليه التعليميه، وهنفتح جوانب كتير ممكن تنفع معانا. وبطلب من حضراتكم في النقطه دي بالذات ورقه وقلم، يعني انا محتاج من حضراتكم ورقه وقلم كده، عشان انا هدي اضاءات، وعلى اساس هذه الاضاءات انتوا تسجلوا تعرفوا مثلا ده هيفيدني في ايه، ده هكذا. فهنعمل في الورشه دي شيء تحليلي كده واحنا قاعدين، كل حضراتكم تحللوا ما يقدم ثم تعكسوه على المهارات بتاعتكم، علشان انا في النهايه هدي بعد معرض الذكاء الاصطناعي التوليدي والعمليه التعليميه وتاثيره فيها، وبيأثر مع كل جانب من جوانب العمليه التعليميه ازاي، وايه الاقتراحات بتاعته، هدي في الاخر خارطه بسيطه على المستوى الشخصي كمعلم، وعلى المستوى كمؤسسات تعليميه، احنا لو احنا عايزين نطبق الذكاء الاصطناعي في العمليه التعليميه المفروض هنعمل ايه؟ تمام؟ مرورا بعد الذكاء الاصطناعي التوليدي والعمليه التعليميه، هتكلم عن حالات الطوارئ والازمات. هل الذكاء الاصطناعي هيفيدني في حالات الطوارئ والازمات؟ وهوريكم اللي هو هيقدر يفيدني زي ما فادني التعليم الالكتروني اثناء الكورونا. نفس الفكره، الذكاء الاصطناعي وتطوره هيفيدني في اي ازمات هتحصل، وربنا ما يجيبش ازمات، بس برضه لازم ندي اضاءات في النقطه دي باذن الله تعالى علشان تفيد الناس. وهنتكلم النهارده عن اخلاقيات وقضايا الذكاء الاصطناعي في التعليم، ودي الشغل الشاغر القادم، ودي اللي مخوفه ناس كتير، اللي الذكاء الاصطناعي هيخلي الطلبه تغش، الذكاء الاصطناعي هتخلي المعلمين ما يهتموش بتطوير المهني بتاعهم، وحاجات كتير جدا وقضايا كتير هنتكلم عليها في النقطه دي، ثم نختم بخارطه الطريق بتاعتنا، خارطه بسيطه كده ان شاء الله باذن الله تعالى تنفعكم. ثم للناس اللي انا عارف اللي هي بتبقى عايزه عملي، هطبق لكم عملي النهارده على حاجات بسيطه جدا، علشان الكلام اللي انا هتكلمه في كل المحاور اللي احنا هنتكلمها في الورشه دي يبقى فيه تطبيق عملي زي ما بقول بيشوقكم كده علشان تبداوا تنطلقوا. وانا ليه خليت فيه تطبيق عملي؟ علشان اوري الناس اللي انا لما ادرس كل المراحل دي انا اقدر اطبق عملي، ما ابداش التطبيق العملي. انا ضد اللي انت تتعلم برامج ومواقع مجرده بدون ما تكون فاهم دي هتفيدك في العمليه ازاي. خلونا ننطلق عشان ما اطولش على حضراتكم وما يبقاش كلام ورغي كتير. هنبدا في مقدمتنا، ومقدمتنا بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن اول نقطه عندي في المقدمه اللي هو ايه الذكاء الاصطناعي؟ وانا مش هدخل فيه كتير، اللي عايز يعرف بقى تفاصيله ويعرف مراحله والحاجات دي كلها في فيديوهات على القناه عندي ممكن تقدروا ترجعوا لها. انا بس محتاج ما هو الا جزء بسيط الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، اللي ظاهر معانا دلوقتي، وده
هو عباره عن نموذج قادر على انشاء محتوى جديد. منين؟ خلونا كده ببسيطه. انا بديله بيانات، هو عنده في الداتابيز بتاعته بيانات، انا بغذيه ببيانات، بتناقش معاه، ثم هو بيبدا يعمل لي كرييت من جديد، يولد لي محتوى جديد بناء على فهمه، بناء على نقشته، وده اللي هيحصل فيه النهارده. النهارده ان شاء الله هنتناقش مع الشات جي بي تي، مع النسخه الجديده، وده التطبيق العملي. هنتناقش مع بعض مع النسخه الفور او اللي الناس بتتكلم عليها، اللي انقلبت اكثر انسانيه زي ما بيقولوا. هنتكلم معاها النهارده ونطلب منها بعض التاسكات التعليميه وتبدا تنفذها معانا ونشوفها بعض. ده فكره ما هو الذكاء الاصطناعي. بديله حاجات بتناقش معاه، علشان كده لعبه الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاوامر اللي انت بتديها له. لو اديت له الاوامر صح هيديك الاجابه صح. لو عرفت تتفاهم معاه زي ما بيقولوا بالمصري كده هتاخد عينيه زي ما بيقولوا، تمام كده؟ فانت هتقدر تاخد اكثر ما عنده بسبب فهمك وكتابتك صح والحاجات دي كلها. في سياق التعليم بقى، هو ايه الذكاء الاصطناعي؟ في سياق التعليم هو مجموعه من التقنيات اللي بتقدم للمؤسسات التعليميه قدرات هائله. من اجل ايه؟ مش قدرات هائله لمجرد الموضه، مش قدرات هائله للي انا عشان الناس تقول عليا اللي انا بستخدم الذكاء الاصطناعي، الكلام ده مش صح. قدرات هائله علشان تطوير العمليه التعليميه وتحقيق الاهداف المرجوه بتاعتنا، الاهداف اللي حطها الوزاره، الاهداف اللي حطها المدرسه، الاهداف اللي انا حاططها كمعلم شخصي. ليه؟ احققها باقل مجهود واقل تكاليف، بدل ما اقدر اشتغل حاجات كتير، لا انا الذكاء الاصطناعي هيوفر لي الحاجات دي كلها في بعض البرامج والحاجات دي كلها، بس بفهم الموضوع بتاعه. دي مقدمه سريعه كده علشان زي ما بنقول كده بنسخن الناس وندخل مع بعض في موضوعنا اللي هو الاساسي، الذكاء الاصطناعي التوليدي والعمليه التعليميه. انا قسمت العمليه التعليميه وكنت عندي ورش لكل واحده منهم منفصله، بس حاولت اجمع. انا من وجهه نظري العمليه التعليميه تتلخص في الست حاجات دول. تتلخص في الست حاجات: المعلم، الطالب، المنهج، طرق التدريس، الاداره المدرسيه والاشراف التربوي، والمنصات وبيئات التعلم. كل واحده من دول لازم نجزأها، ما ينفعش اللي انا هقول استخدم الذكاء الاصطناعي وانا مش عارف انا في انهي واحده من دول او انهي جزء من دول انا هبدا اشتغل عليه. انا ما ينفعش ده كله، فلازم اقسمه. فانا قسمتها قدام حضراتكم كده، ايه المجالات الخاصه بالذكاء الاصطناعي في كل واحده من هذه العناصر او كل عنصر من هذه العناصر. المعلم المفروض ايه اللي الذكاء الاصطناعي بيقدمه لي، والطالب بيقدم له ايه، المنهج، المحتوى بتاعي العلمي، طرق التدريس، وهكذا. عشان كده قلت لحضراتكم هنبدا تلاقي افكار جديده لازم نكتبها، ومش افكار بس، انا هعرض بعض المجالات وعايز حضراتكم تبقوا عاملين زي اللي بيقتنص من الكلام اللي انا بقوله، ده هينفع معايا في كذا، ده هيحل لي مشكله في كذا، تمام كده؟ ودي ما فيش مشكله بعد الورشه، في اخر الورشه نستقبل اسئله في كل جزئيه ازاي ندمجها بقى، ودي النقطه اللي احنا بننادي بيها في الذكاء الاصطناعي، ندمج ادوات الذكاء الاصطناعي وكل ما يفيدنا في العمليه التعليميه. خلينا ناخد اول واحد، وانا بدات ليه بالمعلم؟ علشان انا من وجهه نظري وانا مؤمن بده، المعلم هو الاساس. إذا صلح المعلم صلحت المنظومة، تمام كده؟ فأنا عندي كده، أنا بحب المعلمين جدا وبحاول أدعمهم في المهارات، بس أنا عندي المعلم هو الأساس. وعشان كده نشوف الذكاء الاصطناعي قدم للمعلم إيه. قدم للمعلم حاجات كتير، ودي هتلاقوها متكررة في كل العناصر. أول حاجة قدم للمعلم التعلم المخصص أو تفريد التعلم. بمعنى إيه؟ إحنا كانت عندنا أزمة كمعلم، مش هقدر في الفصل اغطي كل المستويات، كل الفروق الفرديه، صح كده؟ وبالتالي النقطه دي من النقاط المهمه الذكاء الاصطناعي بقى يساعدني فيها. بقى يساعدني فيها ازاي؟ بقى يساعدني اللي هو يقدر ياخد التحليلات بتاعه البيانات ويبدا يخصص للطلاب بشكل فردي. طب ازاي ده هيحصل؟ ده هيحصل دلوقتي وهو بيحصل، اللي احنا بدانا نلجا لتحليل كل ما يحدث من الطلاب حتى لو مش على منصة إلكترونية، كل ما يحدث من بيانات حتى مكتوبة على ورق عادي بنبدأ ندخلها ونبدأ نعالجها بشكل معين عن طريق البيج داتا وغيرها والاناليتكس ليرنينج الكتروني، علشان تبدأ تقول لك قصة حياة الطالب. بعض المؤسسات دلوقتي بدأت تتجه لنقطة
اللي بدأت تخلي التعليم بتاع الطالب كأنه رحلة، والرحلة بتسجل كل ما يحدث فيها من بيانات، من تفاعلات، من انكسارات للطالب، من فشل للطالب، من نجاحات، من درجات متدنية وغيره من هذه الأمور، علشان يبدأ يحللها ويبدأ يقول للمعلم اتفضل أنت عندك 20 طالب، عندك 100 طالب، تمام كده؟ كل طالب من هذه من هؤلاء الطلاب هيبدأوا يقولوا لك إيه التفضيلات بتاعتهم؟ إيه أنماط التعلم اللي بتفيده؟ كل الأمور دي. دي لو إحنا سبناها في جزء التعلم المخصص أو تفريد التعليم ده للمعلم، هياخد وقت طويل عشان يبدأ يحلل كل طالب، وبالتالي الذكاء الاصطناعي في النقطة دي نقطة مهمة دلوقتي، بيحلل لي عن طريق التحليلات التنبؤية. هل بيديني مجالات بس كده للمعلم؟ لا، بيديني مجال تاني مهم، المعلم الروبوت. يعني ايه المعلم الروبوت؟ وده مساعد للمعلم. يعني انا ممكن اعمل من نفسي معلم تاني يساعد الطلبة، عن طريق اللي انا ممكن اعمل بوت او شات بوت يرد على الطلبة بشكل معين عن طريق الذكاء الاصطناعي، او ادربهم على بعض الادوات الجاهزة زي الشات جي بي تي وغيره، اللي هم يبدأ يرد عليهم. وده هيساعدني في ايه؟ اللي انا حتى لو مش متواجد في الوقت الحاضر، ممكن عندي بديل الطالب يقدر يدخل يسأله، وهكذا. فده بعض المجالات اللي بتدي للمعلم صورة تحسينية. بعدها طبعا مش هينفع المعلم يشتغلها بيها لوحده، محتاجة تساعده المؤسسة التعليمية. ليه؟ علشان التحليلات التنبؤية والاناليتكس ليرنينج، واللي انت تعمل معلم روبوت او تعمل بوت ناطق، الحاجات دي كلها محتاجة اللي انت تبدأ تبرمجها، محتاجة تبدأ تشتغل عليه. فبالتالي عشان كده قلت لكم في البداية، هي مش مجرد مواقع شغالة انا عملت الليسون بلان عليها وكده يبقى انا استخدمت ادوات الذكاء الاصطناعي. لا، ابعد من كده. يعني ادوات الذكاء الاصطناعي دلوقتي في الجزء اللي انا عارضه قدام حضراتكم دي، ممكن توفر اكتر من 50% من مهام المعلم لو انا نظمتها، لو تكاتفنا مع بعض. تكاتفنا ازاي؟ يعني في كل مدرسة او في كل مؤسسة تعليمية بدأنا نوحد المتطلبات بتاعتنا واللي احنا محتاجينه، نعمل شات بوت في المدرسه، شات بوت في الوزاره، وهكذا. دي فكره اللي انا هستفيد من الذكاء الاصطناعي كما يجب، وليس مجرد موقع استفدت منه وخلاص. فدي بعض المجالات، مجالات التعلم المخصص والتعلم الشخصي او تفريد التعليم، التحليلات التنبؤيه ودعم المعلم عشان يحسن من موارده، عشان يحسن من استخدام التكنولوجيا، والمعلم المساعد أو المساعد الافتراضي اللي هو المعلم الروبوت، وده هيساعده في حاجات كتير. دول 3 مجالات مهمين، في مجالات أخرى بس أنا يهمني دول يركز عليهم المعلم ويبدأ يرسم خطة. هو أنا عايز أوصل لده ولا أنا هبدأ مجرد مستخدم؟ عشان كده قلت لكم في إيه؟ في فرق بين الاستخدام وفي فرق بين الدمج. اللي أنا بكلمكم على حضراتكم ده دلوقتي ده الدمج بقى، يعني هيقوم بكل العملية التعليمية بتاعتي وليس مجرد استخدام لبعض الادوات وخلاص. تمام، هديكوا برضو استخدامها ازاي عشان الناس برضو ما تقولش ايه انت مش هتدي. هنيجي على الطالب. الطالب هو الترجمه للي محطوط عند المعلم. يعني ايه؟ يعني بيديني تجربه تعليميه شخصيه بخصص للطالب. احنا دلوقتي في الابحاث، لو الناس متابعه الابحاث الجديده ومتابعه المؤسسات واتجاهاتها العالميه والمؤسسات حتى بعد العربيه، بدأت تعمل مسارات تعليمية. يعني إيه مسارات تعليمية؟ يعني مش فكرة اللي الطالب اللي داخل الإعدادي ولا اللي داخل الثانوي لازم كل واحد يدرس بنفس المحتوى العلمي اللي بيدرسه كل واحد. لا، بدأوا يخصصوا مسارات بناءً على منصات، بناءً على أدوات الذكاء الاصطناعي اللي بدأت تخصص رحلة تعلم خاصة لكل طالب. ودي بتساعده في إيه؟ بتساعده اللي في بعض الطلاب بيبقى عايز جلسة أو الحصة أكتر، بيبقى عايز تفاعل أكتر بينه وبين المعلم أو المعلم الافتراضي اللي اتكلمنا عليه من شوية، أو عايز النقطة مركزة أو عايز لعبة أو عايز كذا، حددت له مسارات معينة، ودي نقطة حسب ما يناسب كل واحد. كل ده بدأ يشتغله. أنا مش بقول لكم أنا مش جاي من المستقبل، تمام كده؟ لا، أنا بقول لكم على حاجات ومشاريع قائمة بالفعل بدأت تتنفذ حاليا في بعض الدول العربية بالتعامل معاها، اللي بدأوا يخصصوا تجربة شخصية قائمة على أدوات الذكاء الاصطناعي، علشان الطالب ما يدرسش زي زميله. لا، هو بيدرس حسب شخصيته، حسب إمكانياته، حسب وقته، حسب حاجات كتير يقدر يستطيع فيها. وعلشان كده
المعلم مش هيبقى داخل معاه 24 ساعة، المعلم هيبقى داخل معاه فترات معينة، وباقي الوقت هو بيتعامل مع روبوت معين وغيره، وده الوصول الشامل. عندي تجربة تعليمية للطالب دلوقتي شخصية، والوصول الشامل للتعلم. يعني ايه الوصول الشامل للتعلم؟ الناس هتقول لي ده مش جديد، ما هو ده كان موجود اثناء التعليم الالكتروني وكان موجود، بس ما كانش موجود بالشكل ده. يعني ايه بالشكل ده؟ كان موجود ممكن ارفع حاجات غير متزامنة يتفرج عليها وغيره، بس لما يجي يتفاعل معاها ما كانش هيبقى فيه تفاعل، مش هيلاقي حد بيرد عليه، مش هيلاقي حد بيتفاعل معاه وبيتكلم معاه. دلوقتي انا بقدر احط البوتات بتاعت الدردشه، بقدر احط بعض الحاجات اللي هي زي ما بيقول انا ببرمجها علشان يقدر يتفاعل معاه، وبالتالي بقى عنده وصول للتعلم الشامل بشكل دائم على مدار الساعه وعلى مدار الاسبوع. ودي نقطه مهمه اللي لازم برضو ننتبه ليها الفتره القادمه، هتوفر عليا، هتوفر عليا كتير في المدارس، وهتوفر عليا مجهود للمعلم نفسه، وده هيخلي المعلم ينتقل لمهارات الابداع اكتر، اللي هو يبدا يعلم نفسه اكتر بحاجات، يبدا يتفاعل مع بعض المعلمين الاخرين، علشان في وقت هو خلاص ما بقاش بيغطيه، بقى بيغطيه ادوات الذكاء الاصطناعي. ودي المجالات الخاصه بالطلاب تجربه او رحله انا بسميها كده، بحب اسميها، وطبقا برضو للمشاريع القائمه حاليا في بعض المؤسسات العربيه والاجنبيه بيسميه رحله الطالب، رحله للطالب علشان ينطلق للتعلم الذي يغذيه زي الجرعات الخاصه بالدواء، واللي هو يوصل للتعلم الشامل في اي وقت. فدي الحاجات الخاصه بالطالب. ثالث حاجه عندي المنهج. يبقى احنا كده بنكمل المثلث، انا بقولهم كده، يعني انا عندي الست حاجات دول مهمين، بس عندي مثلث مهم جدا في العمليه التعليميه، المعلم، الضلع الاول، الطالب، الضلع الثاني، والضلع الثالث المنهج او المحتوى العلمي، يعني بعض الناس بتسميه كده. ازاي اقدر، ودي الجملة دي أنا مترجمها من مقال أجنبي، إنشاء مناهج يحركها الذكاء الاصطناعي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المنهج نفسه هو منهج غير ثابت. الناس هتقول لي إزاي غير ثابت؟ أنت كده هتلخبط في المنهج وبتوع المناهج هيزعلوا، أنا مش هزعل حد، بس أقول لكم المنهج أصبح دلوقتي الذكاء وأدواته بتحركها. بتحركها إزاي؟ المحتوى العلمي ثابت بس متغير في إخراجه، في وصوله للناس، في تخصيصه، تمام كده، في الأمثلة، في الأنشطة، تمام كده، في استراتيجيات اللي بتتقدم بيها. كل الحاجات دي أصبح الذكاء الاصطناعي بيقدمها دلوقتي. عن طريق إيه؟ عن طريق أول حاجة، إحنا كان عندنا أزمة تطوير المنهج ممكن ياخد وقت، يعني ممكن تلاقي المنهج مكرر على مرحلة من المراحل الثانوية، السنين مثلا التعليمية، فترة من الوقت عقبال ما نبدأ نغيره، صح كده؟ طبعا تكاليف وغيره من الامور دي. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى خلاص ممكن كل سنه بتلاقي المنهج حصل فيه تطوير، بسبب اللي فيه بيانات عندي انا ببدا احللها، البيانات دي بتديني احتياجات تعليميه، الاحتياجات التعليميه دي بتقول لي ان المنهج عندك فيه ضعف في النقطه الفلانيه، بناء على الطلبه وبناء على البيانات اللي صدرت منهم واحتياجاتهم، وبالتالي انت محتاج تزود هنا، انت محتاج تزود انشطه اكتر، انت محتاج تخليهم يشتغلوا على التكنولوجيا اكتر، انت محتاج كذا. فما بقاش الموضوع مجرد اراء، لا، مجرد حاجه محسوبه على البيانات والداتا اللي محطوطه، وبالتالي اصبح عندي هنا بسبب تحليل البيانات والليرنينج اناليتكس والحاجات دي كلها تخصيص للمنهج. اصبح عندي حاجه اسمها تخصيص للمنهج، وتخصيص للمنهج ده يعني اصبح المنهج تكيفي. كلمه تكيفي دي من زمان قوي، ليها ابحاث قديمه جدا، بس دلوقتي الذكاء الاصطناعي رجعها تاني معانا، واصبحت اللي انت المنهج يتكيف مع كل مستوى للطالب، مع سرعه تعلمه، مع الانظمه، مع تقدمه، تمام كده، مع المواد الاضافيه، مع التحديات، مع الاستراتيجيات الجديده اللي بيقترحها، وبالتالي اصبح عندي تطوير المحتوى بشكل تفاعلي. ودي اللي كنا بننادي عليها. ليه بننادي عليها؟ علشان احنا في التعليم الالكتروني وفي الاي كونتنت، المحتوى الرقمي التعليمي وغيره، كنا نقول لازم المحتوى تفاعلي عشان الطالب يتفاعل معاه وغيره. دلوقتي ادوات الذكاء الاصطناعي اصبحت سهله، واصبحت التعامل معاه بتنتج لك بناء على التخصيص وبناء على البيانات والاحتياجات اللي انت يبقى عندك محتوى تفاعلي، فيديوهات عندك، محاكاه عندك، جيمز عندك، اي امور من هذه الامور موجوده، ومواقع تقدمها بشكل قوي جدا علشان تساعدك.
فده المثلث الثالث، وده مهم جدا جدا عندي علشان تطوير المحتوى والمناهج. النقطة دي مهمة جدا، ودي أنا بنادي بيها مش المعلمين بس، أنا بنادي بيها المتخصصين في تطوير المحتوى، اللي يبقى في بقى، وأنا أنا حتى يعني أنا بقدمها هي للدكتورة، ما عنديش مشكلة فيها، ليهم ورشة لوحديهم مطوري المناهج، تمام كده؟ عشان الاستراكشر ديزاين والتصميم التعليمي هيختلف كليا وجزئيا مع أدوات الذكاء الاصطناعي، تطوير المنهج نفسه ورؤيته مختلفة، صياغة الأهداف وغيره، كل الأمور دي هتختلف دلوقتي. ليه؟ بقى عندي زي مصدر بيساعدني اللي أنا على طول أبقى مطور وغيره من هذه الأمور اللي هتساعدني. هنبدأ في طرق التدريس، ودي نقطة مهمة عشان فيها لغط. لغط إزاي؟ اللي بعض الناس بتقول، وده سؤال حتى في نقاشات علمية، هل الذكاء الاصطناعي هيقدم طرق تدريس جديدة؟ ولا هيساعد المعلم على التنويع بين الطرق التدريس الموجودة ولا ماذا؟ تمام كده؟ أنا من وجهة نظري ومن خلال الأبحاث، أنا مش بتكلم يعني بقول لكم كل الكلام اللي أنا بقول لكم ده من خلال البحث ومن خلال الاطلاع والنقاشات في الندوات وغيره، الذكاء الاصطناعي هيساعد المعلم حاجتين، ينوع طرق التدريس بتاعه، وهيطبق التعلم المتمحور حول المتعلم بأقصى فعالية. وعارفين إن في استراتيجية اسمها التعلم اللي حول الطالب او حول او حول المتعلم، ودي الاستراتيجيات اللي احنا بنسمعها كتير بس مش عارفين نطبقها، مش عارفين نطبقها بسبب كثافه الفصول، مش عارفين نطبقها بسبب المنهج الكبير اللي احنا عايزين نخلص المنهج قبل الدراسه ما تخلص، الحاجات دي كلها. الذكاء الاصطناعي دلوقتي هيساعدني في دي، هيساعدني فيها ازاي؟ هيساعدني فيها بالطريقه اللي قدام حضرتك. اللي بعض الاستراتيجيات الجديده او الاستراتيجيات سوري القائمه على التعلم المتوحد حول المتعلم، الذكاء الاصطناعي هيساعدها، زي التعلم المتميز، التعلم بالاكتشاف، التعلم المخصص. شفتوا احنا بنروح فين بقى؟ كلمه المخصص اللي هو يبقى شخصي والتكيفي بتتكرر كتير، بتتكرر كتير في كل الحاجات الخاصه بالعمليه التعليميه بتاعتنا، مع المعلم بتتكرر، مع الطالب بتتكرر، مع المنهج بتتكرر، مع طرق التدريس بتتكرر. ليه؟ علشان هو ده زي بيقول الاساسي بتاع الذكاء الاصطناعي. ادوات الذكاء الاصطناعي بتديني النقطه دي، بتديني نقطه على التعلم المتميز. انا بدي بس ده مثال، ولو بحثنا اكثر وبدات تعمله هتلاقي بتساعدني في حاجات كتيره، زي التعلم المتميز ده، دي بتساعد اللي بيراعي المعلم طريقه احتياجات التعلم. شفتوا بقى احنا ازاي؟ بمعنى ايه؟ أدوات الذكاء الاصطناعي مش بتساعد على الإلكتروني بس، بتساعد حتى المعلم وهو داخل الفصل، اللي هو يراعي كل طالب ونفسيته عن طريق تحليل البيانات اللي احنا لسه متكلمين عليه، عن طريق الاناليتكس ليرنينج اللي بنتكلم عليه. عشان كده من يملك الداتا يملك القرار. يعني أي داتا دلوقتي بتطلع من الطلبة، من المدرسة، من الوزارة، لو تم تحليلها بشكل جيد عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي هتطلع كنوز. كنوز ليه؟ هتطور لك طرق التدريس، هتطور لك المعلم، هتطور لك مستقبلك هو رايح فين. تمام؟ فدي نقطة من النقاط المهمة، فده التعلم المتميز. التعلم بالاستكشاف نفس الفكرة، هتساعد الطالب يستكشف ويشارك، وده موجود، موجود ازاي؟ أنا لو دربت الطالب، المعلم درب الطالب على بعض المشكلات أو على التعامل مع بعض الأدوات زي شات جي بي تي، زي جوجل في الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل، الحاجات دي كلها لو هو دربته عليها هيقدر يمارس ويشارك فيها عن طريق تجارب. يعني انا ممكن احط له تجارب ويبدا اقول له ادخل على شات جي بي تي وشوف هيحلها لك ازاي، ناقشه ازاي، هنعملها مع بعض، هنناقش مع بعض دلوقتي، يعني ناقشه بشكل عملي ازاي. فدي هتساعده، ودي اول جزئيه برضو في الاستراتيجيات بتاعتي. التعلم المخصص هتسمعوه كتير النهارده، التعلم المخصص يعني بخصص له. التعلم المخصص ده بمثال بسيط هو عامل زي جرعة الدواء المضاد الحيوي، ممكن يصرف لكذا مريض، ربنا يشفي الجميع يعني، ويحافظ حضراتكم ويحافظ على صحتكم، بس الجرعة مخصصة على حسب الوزن وحسب الشخصية وحسب المرض بتاعته وحسب حاجات كتير. نفس الفكرة في التعليم، الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيساعدني أطبق الأبحاث السابقة اللي نادت بإني أخصص التعليم حسب الطالب وحسب ان هو موهوب، حسب هو معاق، حسب هو عنده صعوبات تعلم، حسب هو ايه. تمام كده؟ كل ده دلوقتي عن طريق طرق التدريس هتساعدني فيه،
بس نبدا ازاي؟ اللي انا لازم افهم هي ايه طرق التدريس الاول قبل ما ادخل على الذكاء الاصطناعي. انا بزعل جدا لما تقعد تتناقش مع بعض المعلمين، مش كلهم طبعا، وتيجي تتناقش معاه تقول له ايه طرق التدريس اللي انت بتشتغل عليها، طب وليه بتشتغل عليها؟ بيبقى فيها ردود تزعل. فعشان كده انا بنادي لازم نرجع نذاكر تاني، نرجع نذاكر طرق التدريس دي ونبدا نعمل لها عمليه ماتشنج او عمليه دمج مع ادوات الذكاء الاصطناعي. الطريقه دي ممكن الذكاء الاصطناعي ينفعني فيها في 1 2 3 4 5 6، تمام كده؟ فدي نقط من النقاط المهمه في طرق التدريس، تمام كده؟ هنيجي في خامس حاجه عندي، الاداره والاشراف التربوي، عشان ما يزعلوش. الناس بتوع الاداره والاشراف التربوي للاسف ما حدش اتكلم معاهم. انا عندي في محاضره كنت قدمتها في سلطنه عمان اونلاين برضو للمتخصصين في الاداره والاشراف التربوي، تقدروا ترجعوا لها، بس انا هتكلم عليها كده. ما حدش اتكلم معاهم في ادوات الذكاء الاصطناعي ليهم. الناس دي عليهم حمل كبير جدا، عليهم مهام كتيره وهي قدام حضراتكم. التخطيط والتنظيم التربوي، الاشراف والتوجيه التعليمي، تقييم الاداء للمعلمين، التطوير المهني للمعلمين، واللي ازاي اقدر اقترح على المعلم ده يتدرب كذا او كذا او كذا، او ارسم له بقى رحله تطوير مهني للمعلمين غير الطالب كمان. اداره الموارد الموجوده في المدرسه او في المنطقه التعليميه، التواصل والتعاون، الرعايه والدعم الطلابي، التعامل مع الازمات والمشكلات اللي بتحصل في الاداره، تمام؟ الذكاء الاصطناعي دلوقتي بتقدر تعمل كل ده، وفي مشاريع متجهه دلوقتي اللي يبدا يبقى فيه بلاتفورم، مش ال ام اس بقى، بلاتفورم خاصه بالاداره والاشراف التربوي قائمه على الذكاء الاصطناعي، تدعم وتحل كل هذه المشكلات عن طريق اللي انت بتعمل له سجل كامل ببيانات المعلم بكل حياته من اول ما اتعين لحد التقاعد بتاعه، يبدا يديك تطوير مهني هو محتاجه، يبدا يقيم لك الاداء، تبدا تخطط لمده سنه وسنتين. كل ده بيساعدك فيه ادوات الذكاء الاصطناعي، وبدانا بالفعل. فعلشان كده الجزئيه دي ما حبيتش اغفلها، علشان هم اساس الاداره والاشراف التربوي، هم الاساس، الاداره المدرسيه والاشراف التربوي دول اساس في تنميه العمليه التعليميه، وبالتالي ادوات الذكاء الاصطناعي مفيده جدا معانا وهتساعدهم جدا في ان هم يشتغلوا بقوة. لازم الجزء ده انا بطالب الناس، لو عندنا ناس متخصصه في الجزئيه دي يراجعوا بس الفيديو اللي موجود، ولو كان الفيديو غير كافي اللي على القناه يطلبوا مني وانا هعمل ورشه عنها بشكل مفصل، وممكن نقعد نحلل بقى مهامهم دي عشان نشتغل. بس ان شاء الله الورشه تكون كافيه اللي انا استعرضتها باذن الله، تمام كده؟ هنيجي بقى لاخر جزئيه، والجزئيه المهمه، المنصات التعليميه او المنصات والبيئات التعليميه. المنصات احنا مرينا بمنصات كتير دلوقتي، منها ال ام اس، الليرنينج مانجمنت سيستم، منصات الموك. الاثنين دول ما زالوا قائمين، الاثنين دول ما زالوا قائمين بيستخدموا الى الان، بس بدأ يدخل عليهم تحسين ويدخل عليهم ادوات الذكاء الاصطناعي دلوقتي. الكلام ده برضه بقوله لكم مش من المستقبل، شركات كتيره بدأت تطور منصاتها وبدأت تدخل عليها دي وتربطها ببعض الادوات زي شات جي بي تي، او تعمل هي شات جي بي تي خاص بيها جوه المنصه. فاصبحت المنصات ان كانت منصات الموك والال ام اس اصبحت هي منصات تكيفيه، ده الاسم الجديد اللي هي اي ال بي، تمام؟ الادابتيف ليرنينج بلاتفورمز، اصبحت كده ليه؟ علشان بتتكيف طبقا للتجارب التعليميه، طبقا للداتا وتحليلها، ما بتتدخلش فيها ناس، يعني ما بتتدخلش فيها بشر، كل ده بالاقوال عن طريق المنصه، بتبدا تحلل كل ما يحدث عليها من التعامل بتاع الطلبه، من نتائجهم، من استخداماتهم للمحتوى العلمي اللي موجود عليها، علشان تبدا تديهم التجربه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. عشان كده انا بنادي الناس اللي عندها منصات تبدا تراجع المنصات بتاعتها وتبدا تدخل الادوات. انا مش بطلب ان انتوا تدخلوا يعني كل الادوات، دخلوا بعض الادوات اللي تساعدكم، طوروا علشان تستفيدوا من ما هو موجود ومن التجارب اللي موجوده. فالجزئيه دي مهمه جدا في منصات التكيفيه اللي هي الادابتيف ليرنينج بلاتفورمز القائمه على ادوات الذكاء الاصطناعي، واللي هتساعد كتير جدا اللي حضراتكم تقدروا تتعاملوا مع المتعلمين. هتوفر عليكم وقت علشان المنصه بتقدم لهم كل شيء،
هو بيدخل وهي بتقدم له المقترحات، بتقدم له ريكومنديشن زي ما بيحصل معانا دلوقتي على الفيسبوك وغيره، وزي ما بيحصل معانا لو انت عندكم منصات زي منصات شاهد وغيره ونتفليكس وغيره، بتلاقي حاطط لك ريكومنديشن بناء على استخدامك، انت دخلت على ايه؟ بتديك ريكومنديشن، لازم تدرس ده وتشوف ده. نفس الفكره المنصات التعليميه حاليا هي تقوم بنفس الموضوع، تقوم بنفس الموضوع ازاي؟ اللي هي بتقدم لك ريكومنديشن لكذا، بتقدم لك وتقول لك انت لازم تعمل كذا وهكذا من هذه. تمام؟ هل كده بس؟ لا، اهميه المنصات بقى في الحاجات اللي قدام حضرتك، في الاربع حاجات دول. تخصيص تجربه التعلم، زياده الفعاليه والكفاءه، انا بتكلم النقط دي عشان تساعد الناس في تطوير منصاتهم، طبقوا النقط دي على المنصه اللي عندك، هل هي المنصه بتاعتك اول حاجه بتخصص تجربه التعلم؟ بمعنى ايه؟ يعني بتخلي في تعليم موجه حسب الحاجه، بتسرع عمليه التعلم. يعني ايه تعليم موجه حسب الحاجه؟ يعني بتكيف لك المحتوى للمتعلم حسب مهارتك وحسب قدراتك وحسب احتياجاتك، المنصه المفروض تقدم ده. وبتسرع لك عمليه التعلم، يعني بتنقلك من موضوع الى مواضيع اكثر تحديدا، كل ده حسب برضه تفاعلك انت ايه، وكل ده بيحصل اوتوماتيك، يعني المعلم مش هيبقى قاعد بقى يقول له ايه لا خد دي اتعلمها، لا، المنصه دلوقتي بدا تطورها بيحصل كده. زياده الفعاليه والكفاءه يعني ايه؟ يعني بتحسن لك الفهم بتاع الطالب وبتقلل من الوقت المطلوب للتعلم، ودي نقطه مهمه جدا. دي نقطه مفروض برضو نحلل المنصات اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي، هل دي بتعملها؟ هل في فهم؟ ولا الطالب بيدخل مجرد بيلعب ويخرج ما فيش اي مشكلة عنده، ما مارسش اي شيء، تمام كده؟ هل هو بيستهلك وقت كتير للتعلم ولا الوقت بدأ يقل مع تحقيق الاهداف بشكل اسرع وبدأت الامور دي كلها، تمام؟ ثالث حاجة عندي تعزيز التحفيز والمشاركة. يعني ايه تعزيز التحفيز والمشاركه؟ يعني خلاص في زياده انخراط، ودي النقطه اللي كانت عندنا ازمه عليها الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت ازاي؟ اللي الطالب ممكن يقضي ساعات قدام البلاي ستيشن، بس لما تيجي تدخله على محتوى او على منصه بيقعد 5 دقائق كده ويخرج، فتح الصفحه بس سجل وخلاص. دلوقتي ادوات الذكاء الصناعي بتساعده في كده، بتساعده في ايه؟ عشان بتتفاعل معاه، مفيش شيء جامد قدامه، مش مجرد صفحات جامده كده وخلاص. فعشان كده النقطه بتاعت المنصات دي لازم نهتم بيها علشان تساعدني في الانخراط وهتحسن للطالب الثقه بالنفس. ليه؟ لما كل شيء بيتقدم لي حسب ما انا عاوز او حسب احتياج انا الشخصي، هتساعد الطالب في النقطه دي. طبعا دي نقطه مهمه جدا كنا بنعاني منها في الليرنينج مانجمنت سيستم، التغذيه الرابعه الفوريه. ومش بقصد التغذيه الرابعه الفوريه اللي انا اقول له برافو او اسقف له زي المحتوى الرقمي ما كنا بنعمل، لا. التغذيه الرابعه دي هي تغذيه مخصصه برضه شخصيه، بمعنى ايه؟ يعني خلاص بقى عندي حد بيرد عليه اللي هو المعلم الروبوت او البوت اللي بيرد عليه، ودي تغذيه رابعه شخصيه، يعني بيرد يا محمد يا شلتوت انت اخطات في كذا، لا انت محتاج تتعلم كذا، انت محتاج تقرا كذا. وده اللي دلوقتي يعني المؤتمر الاخير لاوبن اي اي اللي هي عامله الشات جي بي تي بدات تدعم ده، اللي هي انسنت الذكاء الاصطناعي اللي يبقى فيه انسانيه، يتكلم معاك بشكل انساني، فبالتالي ده برضه هيساعدني اللي الطالب يحبب لي التعلم ويحسن معايا برضه استراتيجيات التدريس. طبعا اخر حاجه عندي في المنصات تسهيل التعلم المستمر والمستقل. يعني انا هتعلم ليه؟ دلوقتي اصبح كلنا احنا بنتعلم بشكل قوي، ليه؟ علشان الموجود عندنا على السوشيال ميديا، عشان الانترنت، عشان فيديوهات الريلز. ادوات الذكاء الاصطناعي دلوقتي هتساعدني في دي برضه، اللي خلاص انا هدخل على المنصه وانا متاكد ان المحتوى اللي موجود فيها هو متجدد، او لو انا تفاعلت مع البوت اللي موجود جوه المنصه ممكن يوفر لي محتوى او يديني روابط اروح انتقل ليها هعرف معلومه جديده وغيره. فكل الامور دي هتساعدني في دعم التعلم مدى الحياه، وده بيساعدني كتير جدا اللي انا اشتغل عليه، تمام كده؟ كل الامور دي هتساعد بشكل قوي جدا في الشغل بتاعنا وفي تفاصيله عشان تسهل. كل الكلام اللي احنا قلناه ده في ال6 حاجات مهمين جدا اللي لازم نراجع انفسنا. لازم نراجع انفسنا ازاي؟ المعلم يشوف ايه اللي ناقصه ويبدا يشتغل عليه،
الطالب برضو نفس الفكره، نشوف هو ايه اللي ناقصه، المنهج، طرق التدريس، المنصات، كل الامور دي لازم نشتغل بيها سويا. وده اللي هوريه لكم دلوقتي ان شاء الله بعد ما نتكلم على خارطه الطلب. تمام كده؟ ان شاء الله هستقبل اسئله الناس، عشان انا شايف في اسئله وغيره. ان شاء الله باذن الله تعالى يعني هستقبل كل الاسئله، ولو في حاجه في الصوت وقفوني. تمام؟ عشان نتكلم. هنتكلم دلوقتي على نقطه تانيه، الذكاء الاصطناعي في التعليم اثناء حالات الطوارئ والازمات. والكلام ده للاسف احنا لم نتعلم مما حدث في الكورونا. احنا الكورونا شدد علينا وحصل، فطبقنا بسرعه موضوع الذكاء، موضوع التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، ولكن الى الان نفس المشكله هي اللي ما سبقت التعليم. ازمه كورونا بدات الناس تهدى، بدات الناس ما يبقاش عندها خطط بديله، ودي نقطه انا بشاهدها عن قرب في بعض الوزارات وبعض المؤسسات. لازم نبدا برضو للطوارئ، والمقصود بالطوارئ والازمات ليس شرطا في يكون مرض زي الكورونا او غيره، لا، لازم يكون عندي اللي انا عندي بدائل، عندي ايه اللي يساعدني. الذكاء الاصطناعي يساعدني، وده عن طريق برضو بعض الحاجات اللي هنعرضها مع بعض دلوقتي، ودي عن طريق اطارين او ثلاثه كمان، والحاجات دي برضو متوفره على الانترنت. في اطار اسمه العمل الاستراتيجي لليونسكو، ده للتعليم في حالات الطوارئ في المنطقه العربيه، كان معمول في المنطقه العربيه عام 2018 ل 2021، في اهداف استراتيجيه، وهبدا اشرح الاهداف الاستراتيجيه وازاي نطبقها على الذكاء الاصطناعي. هم كانوا مطبقينها على التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني. تمام؟ وفي دراسه ثانيه اتعملت عن فاقد التعلم بسبب كوفيد 19، ودي اتعملت برضو على منطقه الشرق الاوسط وعلى شمال افريقيا، وشارك فيها اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي. وفي موقع كامل بيقدم لكم، الموقع ده اسمه الشبكه المشتركه لوكالات التعليم في حالات الطوارئ الدنيا للتعليم، عاملين معايير ليها. يعني انا بنادي اللي انتوا لازم تطلعوا عليه، لازم تقروا دول، لازم تقروا الثلاث حاجات دول. ليه؟ الثلاث حاجات دول احنا هنحللهم دلوقتي قدامكم. كل الكلام ده كانوا بيتكلموا على التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، بس احنا دلوقتي هناخد اللي هم اتكلموا عليه ده ونعكسه على الذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي هيساعدني فيه. لو جينا الاربع استراتيجيات او الاهداف الاستراتيجيه اللي نادى بيها اليونسكو في الدراسه دي في الاطار العام الاستراتيجي للتعليم في حالات الطوارئ في المنطقه العربيه، اول حاجه نادى فيها يعني الهدف الاول نفاذ الاطفال والشباب المتاثرين بالازمات الى فرص تعلم شامله وجيده للجميع. دي اول نقطه. تمام؟ اول نقطه انا همسك نقطه نقطه من الحاجات دي وابدا نحللها مع ادوات الذكاء الاصطناعي هتعدلنا ازاي. انا دلوقتي عندي لازم يبقى عندي فرص تعلم شامله وجيده للجميع. دي اقدر اوفرها دلوقتي بادوات الذكاء الاصطناعي، علشان لو حصل اي ازمه، يعني ربنا يبعد عننا كلنا الازمات، في اي دوله او اي حاجه حصلت زي ما حصل ساعه الكورونا، لازم يبقى انا عندي تعلم شامل وجيد للجميع. التعلم الشامل ده عن طريق الادوات بتاعت الذكاء الاصطناعي هتقدر تساعدني في النقطه دي، مهمه جدا. هتقدر المنصات التكيفيه تساعدني، هتقدر بعض الادوات او بعض الحاجات اللي ممكن اطبقها داخل الفصل او داخل المخيمات، ممكن اعملها ببعض التكنولوجي البسيطه وبعض الادوات البسيطه بتاعت الذكاء الاصطناعي، هتقدر تساعدني في تعلم شامل وجيد للجميع. انا مش بقول للناس، عشان بعض الناس هتقول لك طب ما هو ممكن الانترنت يفصل، انا ممكن كذا، بس بعض الحاجات ممكن تساعدني بعيد عن الانترنت. تمام؟ ثالث حاجه تمكين المتعلمين المتاثرين بالازمات بواسطه القيم والمعرفه والمهارات للحياه والعمل. ودي برنامج دلوقتي احنا مفروض يبقى عندنا اساسي في كل تعليمنا. يعني ايه اساسي في كل تعليمنا؟ يعني يكون عندي برنامج للقيم والمعرفه والمهارات تخدمه في الحياه وتخدمه في العمل وتدمجه. ده هيجي ازاي؟ ده هيجي عن طريق اللي انا اقدر اعمل الحاجات دي كلها بادوات الذكاء الاصطناعي، اللي انا اكريت منهج اعمل قيم وابدا اطبقها على المستوى الشخصي. انا مش هنادي على مستوى الوزارات عشان الناس تقول لك ده لازم يطبق الحكومه، مش هنادي على الحكومه. على المستوى الشخصي انا ممكن امكن المتعلمين بتوعي بالنقطه دي من دلوقتي. لو مكنتهم من دلوقتي لما هتحصل ازمه هيبقى انا سبقت ما يحدث في الازمه. فهمتوا الفكره ازاي؟ احنا المشكله بننتظر وقوع الكارثه،
ثم نفكر. لا خلونا نفكر بقى، احنا عندنا ادوات دلوقتي تساعدني ان انا افكر وامكن الطلبه. انا لو مكنت، شايفين الهدف ده؟ الهدف ده مش هيبقى موجود اصلا في اي ازمه تحصل لو انا انتبهت له من دلوقتي. انا عندي قيم وعندي مهارات اللي بتدعم الحياه والعمل للطالب او للمعلمين نفسهم مش موجوده، فلازم اشتغل عليها من دلوقتي. فبالتالي هتساعدني ادوات الذكاء الاصطناعي، بتساعدني في كده، هتساعدني المنصات التكيفيه في هذه الامور، ونبدا نشتغل عليها من دلوقتي. عشان كده الذكاء الاصطناعي انا بشوفه لو هتصنفه ما قبل الازمه، اثناء الازمه، وما بعد الازمه. ما قبل الازمه احنا دلوقتي ما فيش ازمات وما فيش حاجه، نفكر بقى، نبدا نراجع الاستراتيجيات زي ما انا عارض قدام حضراتكم كده، ونبدا نعالجها. ايه اللي انا عندي كانت عندي المشكله دي؟ عندي مشكله تانية، قيام الفاعلين في التعليم بتأمين تعليم جيد لتحقيق محصلات تعليم افضل. طب ده استراتيجي، هدف استراتيجي برضو في حالات الطوارئ. طب ماشي، ما احنا لو احنا برضو انتبهنا ليه من دلوقتي هيقدر يعمل لي دي. ودلوقتي عشان اوصل لتحقيق الهدف ده زي ما قلت لكم، احنا محتاجين نغير شكل التعليم بتاعنا ونتجه بقى للتعليم المخصص عشان يبقى فيه محصلات افضل. ما يبقاش اللي احنا واخدين الطلبه كلهم شبه بعض، بنديهم نفس الجرعه فطلعوا شبه بعض، ما عرفناش الطالب المميز من الطالب اللي عنده صعوبات تعلم، من الطالب اللي محتاج تاخد بايده كل الامور دي عشان اوصل لمحصلات تعلم افضل. كل دي عن طريق الادوات دي. انا بعرض ليه كل حاجه من الحاجات دي علشان ابدا احللها قدام حضراتكم، عشان الكلام مش من عندي، الكلام ده من دراسات حصلت بسبب الازمات اللي حصلت وبسبب الطوارئ. والطوارئ والازمات ليس فقط في ازمات الخاصه بالكورونا، في ازمات الحروب، في ازمات بعض التهجيرات، في ازمات عنصريه، في ازمات حاجات كتير ممكن تحصل، تمام كده، في ازمات بعض الامور زي الزلازل، زي الامطار وغيره. كل الحاجات دي لازم ابدا انتبه ليها، تمام كده. رابع حاجه، استجابه انظمه التعلم للازمات وصمودها امام. ودي نقطه مهمه، أنظمة التعلم، الناس هتزعل من اللي أنا هقوله ده وهجيب لنفسي الكلام. ساعة التعليم اللي ساعة الكورونا اللي حصل، اللي أنظمة التعليم حصل لها ردة، حصل لها هزة. ليه؟ عشان كنا بالنادي وإحنا متخصصين في التعليم الإلكتروني، طبقوا التعليم الإلكتروني قبل ما أعرف اللي فيه كورونا هتيجي، طبقوا، طيب اعملوه. فإحنا دلوقتي محتاجين كده، طبقوا أدوات الذكاء الاصطناعي يا أساتذتي وأستاذاتي. ليه؟ مش هتخسر حاجة. لو طبقتوه هيديك ايضاحات، هيديك ايضاحات، هتعرف ايه المشاكل اللي عندك اللي انت تقدر تحلها دلوقتي، تمام كده، عن طريق الاناليتكس ليرنينج والبيج داتا اللي عندك وتحليلها. هتريحك. هتريحني ازاي؟ انا كنظام تعليمي وانا مرتاح دلوقتي، مفيش ازمات، مفيش مشاكل، مفيش اي حاجه، وحصل لي اللي انا حللت صح واستخدمت الادوات الخاصه بالذكاء الاصطناعي عشان تبني لي النظام التعليمي وتطوره لي واستفيد من كل الجوانب بتاعتها، هتحل لي النقطه دي. فلما تحصل اي ازمه انا عندي الاساليب. يعني لو دخلنا مع بعض النهارده الشات جي بي تي وقلت له حط لي خطه، لو حصل عندي حرب، لو حصل عندي امطار شديده والطلبه قعدت في البيت، ازاي اهندل العمليه التعليميه بتاعتي؟ تمام، كل ده مهم جدا، كل ده مفروض نشتغل عليه من عن طريق، راجعوا بس الاطار الاستراتيجي، انا اديت بس خدت منه الاهداف، بس الاطار جميل جدا ومترجم باللغه العربيه لو انتوا حابين يعني تقروه، وهيساعدكم في افكار بحثيه وغيره. هتيجي على فقط التعليم، احنا عندنا ازمه حصلت بعد الكورونا والمتخصصين كانوا بينادوا فيها، اللي حصل فاقد في التعلم. فاقد في التعلم يعني ايه؟ يعني الطلبه ما اتعلمتش المحتوى المعرفي الكامل اللي المفروض يأهلهم من سنة لسنة، فأصبح فيه زي جاب، صح كده؟ مش ده اللي حصل؟ وعشان كده الدراسة دي اتعملت عشان إعادة بناء التعلم الجيد للجميع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحتى لو بصيتوا على الثلاث حاجات اللي خرجوا منهم، الثلاث حاجات دول مش من عندي، ده منهم هم من الدراسة، هتلاقوهم قريبين جدا من اللي كنا لسه بنتكلم عليه في أدوات الذكاء الاصطناعي. الوصول للتعلم، شفتوا بقى؟ أول نقطة عندي الوصول للتعلم، الوصول للتعلم ده اتكلموا اللي عندك توفير التعلم عن بعد والتعلم المدمج. الوصول، المشاركة في التعلم عن بعد والتعلم المدمج، اتكلموا عن النقطتين دول. والتعلم عن بعد والتعلم المدمج ده أدوات الذكاء الاصطناعي دلوقتي طورتهم، فبالتالي بقى عندك
حاجات توصلك للتعلم بشكل اسرع وبشكل اسهل بالنسبه للمعلم وبالنسبه للمتعلم. يعني انا بدات احقق ادوات الذكاء الاصطناعي بدات تحقق ما تحدثوا عنه في فقد التعلم بدون اي شيء. انا كل اللي عملته انا جبت دول وبدات احللها قدام حضراتكم واحنا بنتكلم دلوقتي. متعلمون مشاركون عشان احقق دي تحت التعلم المنزل اللحاق بالركب عن طريق التعلم التعويضي والمسرع اللي هي التعلم المتخصص اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، التعلم التكيفي. شفتوا ازاي بقى؟ عشان انا اتيحه في المنزل يبقى انا لازم اكيف التعلم بتاعه، عشان انا اعوضه بتعليم تعويضي او تعليم اسرع لازم اخصص له التعليم. شفتوا اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه؟ هم كانوا بيقولوا الحاجات دي قبل ما تحصل الطفره بتاع ادوات الذكاء الاصطناعي، كانوا بيتكلموا فيها على مستوى التعلم الالكتروني والتعلم عن بعد. تمام؟ تعالوا بقى يعني الافضل بيئه تمكنيه. يعني ايه بيئه تمكنيه؟ اعداد المعلمين من مهارات من اجل واقع جديد. الناس دي كانت شايفه المستقبل ولا ايه؟ يعني لازم امكن المعلم، ودي الورشه بتاعتنا، تمكين المعلم في عصر الذكاء الاصطناعي عشان في واقع جديد حصل. ما ينفعش المعلم يقول لك انا مش عايزين نغلط نفس الغلطه ما قبل كورونا. نفس الغلطه ما قبل كورونا المعلمين قالوا نفس الطريق، قال لك انا مش عايز استخدم التكنولوجيا، انا ماليش دعوه بالتعليم اللي عن بعد او التعليم الالكتروني. لما قفلت ايه اللي حصل؟ بدا اللي لم يؤهل او لم يعد نفسه لمهارات من اجل واقع جديد اتصدم. فبالتالي مش عايزين نغلط نفس الغلطه مع ادوات الذكاء الاصطناعي. ادوات الذكاء الاصطناعي مش هتلغي دورك كمعلم، بالعكس هتطورك، بالعكس هتخليك معلم اقوى. فدي النقطه المهمه. تمام كده؟ اطلعوا، ودي رجاء مني، اللي ما عرفش يوصلها يوصل للملفات دي، الملفات دي عندي. ممكن تتواصلوا معايا بشكل شخصي على السوشيال ميديا الخاصه بيا وابعت لكم الملفات، الثلاث ملفات، الاطار العمل الاستراتيجي لليونسكو وفقد التعلم بسبب الكوفيد، وابعت لكم الموقع بتاع الشبكه المشتركه. مشكله بس المعايير دي هي الحاجه الوحيده بالانجليزي. ماشي؟ الشبكه المشتركه دي اينا دوت اورج، دي عليها زي ما بيقولوا كنوز. يعني في كنوز على الشبكه دي، كنوز بحثيه وكنوز بتخلي لك دماغك كده انت قاعد بتشوف الناس بتعمل ايه. الناس دي بتشتغل على ابحاث كبيره عشان تساعد في تطوير التعليم، تساعدني في التطوير. تمام؟ فده الذكاء الاصطناعي في حالات الطوارئ والازمات. لم يخرج لسه ملف او ملفات تتحدث بنفس الكلام عن ادوات الذكاء الاصطناعي اللي هي طب الازمات والطوارئ هيحصل فيها ايه؟ فالقادم ان شاء الله باذن الله تعالى اتمنى يعني نقوم كباحثين كلنا كده بالتكافت ونخرج بدراسه زي الدراسات دي كده باذن الله تعالى علشان يساعدنا في تطوير العمليه التعليميه وما قبل الازمات نقدر نوصل له باذن الله تعالى. تمام؟ اخلاقات الذكاء الاصطناعي. وده الشغل الشاغل للناس. انا عارف ان انتوا تعبتوا وصدعتوا مني، معلش. بس والله انا حاولت اختصر المواضيع بحيث تبقى حاجه بسيطه وحاجه مركزه. تمام كده؟ وزي ما قلت لكم انا يعني الحاجات اللي بتكلم فيها دي ملخصات من دراسات وملخصات من مشاريع وغيره، جدا جدا باذن الله تعالى بتساعد الامور دي كلها عشان توصل لحضراتكم. فان شاء الله تفيدكم. اخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وبرضه اخلاقيات الذكاء الاصطناعي ناس كتير اتكلموا فيها، انا بكلمكم من ابحاث. ليه؟ انا راجل باحث وبحب يبقى مستند، مش مجرد محمد شلتوت بيقول، لا. في عندي اول نقطه عندي هنا ارشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وده في ملف كامل اليونسكو مخرجه في ارشادات، والملف ده رائع برضه. ماشي؟ ومترجم في مركز اسمه مركز دلائل، مترجمه باللغه العربيه عشان هو كان بالانجليزي بس، فمترجمه باللغه العربيه. بيتكلم عن ايه؟ عشان قبل ما ادخل في الاخلاقيات لازم اعالج الحاجات دي، لازم افهم دي. بيتكلم على اول حاجه، في بيقول لك في قضايا اخلاقيه مجهوله. قضايا اخلاقيه مجهوله لما اجي استخدم ادوات الذكاء الاصطناعي القضايا دي هتوصل. هتوصل في ايه؟ هتوصل اول حاجه الوصول والعداله. يعني ايه الوصول والعداله؟ راجعوا معايا، انا قدمت بفضل ربنا 2015 مقرر كامل وهو موجود على القناه عن طريق حاجه اسمها المواطنه الرقميه. المواطنه الرقميه دي كان من ضمن الـ يعني العناصر بتاع المواطنه الرقميه الوصول الرقمي.
والعداله في الوصول الرقمي، تمام كده؟ الوصول الرقمي والعداله في الوصول الرقمي اللي في قضيه اخلاقيه دلوقتي في الذكاء الاصطناعي، مش كل الناس هتوصل ليه، للادوات دي عشان التكلفه، تمام كده؟ وبالتالي هيحصل اللي مفيش عداله. مفيش عداله ازاي؟ يعني انا معايا فلوس، او انا في مدرسه غنيه، او انا في منطقه او دوله غنيه شويه، او مصاريفي انا بوصل اكتر من ده، فهيحصل عدم عداله. ودي النقطه الاولى في القضايا الاخلاقيه. عشان كده انا بتكلم على القضايا، ثم هكلمكم بعديها على الاخلاقيات. في معايير للاخلاقيات دلوقتي بدات تتحط، وفي تطوير ليها ده. تمام؟ الاتصال البشري، وده بدا يتعالج. الاتصال البشري يعني ايه؟ يعني بيقول لك في قضيه دلوقتي وانت بتتعامل مع ادوات الذكاء الاصطناعي، هيبقى انت بتتعامل مع اله، الماشين ليرنينج، وبالتالي مفيش اتصال بشري، محدش حاسس بيه. لا، دي بدات تتعالج. الارشادات دي كانت قديمه، مش قديمه، الارشادات دي لسه خارجه، بس بدات الشركات القائمه على الذكاء الاصطناعي وتطويرها بدات تتعالج في النقطه دي كلها، وبتبدا تشتغل عليها. دكتوره زينب، عايزه تسالي، طبعا انت استاذتنا وصاحبه الفرح زي ما بيقولوا، حضرتك اتفضلي. دكتوره زينب اتفضلي. كمل ولا لا؟ خلينا نكمل والدكتوره زينب تتدخل لو في مداخله او حاجه. فالاتصال البشري ده بدا يعالج. بدا يعالج ازاي؟ في النسخه الاخيره من المؤتمر بتاع اوبن اي اي الاسبوع اللي فات، وبعديه مؤتمر جوجل، بداوا يضيفوا النقطه دي. بداوا يضيفوا النقطه دي ازاي؟ اللي بداوا يعالجوا النقطه بتاعت الاتصال البشري. يبقى في اتصال بشري، تحس ان انت بتتكلم مع انسان، تحس ان انت في انسنه للموضوع. تاني قضيه عندي، قضيه اخلاقيه، التنميه الفكريه البشريه. بعض الناس بتقول هتظهر قضيه دلوقتي مش هيبقى في اضافه للفكر البشري. يعني ايه؟ كان زمان احنا بنالف وبنكتب، ماشي، والتاريخ الاسلامي بتاعنا زاخر بالكتابات وغيره من هذه الامور. طب التنميه الفكريه البشريه دي هيعمل فيها ازاي؟ تمام كده؟ لا، هي لو فهمناها صح، انت بتضيف ليه؟ انت بتعلم الاله اللي انت بتتكلم معاها، بتضيف لها معلومات، بتشتغل معاها، بتعمل كل الحاجات دي، وبالتالي انت بتضيف لها. بس انت محتاج مش تعتمد فقط عليها، انت محتاج برضه تضيف لها، محتاج لما تاخد منها محتوى انت تبدا تحط التاتشات بتاعتك عليه، تبدا تشتغل. تمام؟ التاثير النفسي، وده في مشكله دلوقتي بدات تظهر، اللي بدات الناس تتكلم مع الماشين ليرنينج وغيره اللي اكنه صديق، فهيبقى في مشكله. في مشكله ازاي؟ اللي فيه جزئيه تاثير نفسي عني، زي ما بيحصل دلوقتي، اللي احنا اصبحنا منعزلين عن الواقع الحقيقي، منشغلين بالسوشيال ميديا، منشغلين بالريلز والفيديوهات، فبالتالي ما بقاش عندنا التركيز فيها. فده تاثير نفسي دلوقتي. التاثير النفسي ده مش من ادوات الذكاء الاصطناعي بس، ده من بدايه ظهور التكنولوجيا وبيبدا يتاثر. فاحنا برضه هنعمل اخر حاجه عندي من القضايا الاخلاقيه، التحيز والمصير الخفي. والتحيز ده بنشوفه في بعض الكتابات، واحنا بنكتب وبنتعامل مع الشات جي بي تي وغيره، بيبقى فيه تحيز. تحيز ليه؟ تحيز لمعلومه، تحيز لفئه. عشان كده احنا كنا زمان بيقول لك مين اللي بيكتب التاريخ؟ هو القوي. يعني ايه؟ يعني هو اللي بيعرضه. نفس الفكره هنا، من يمتلك تطوير ادوات الذكاء الاصطناعي للاسف فيها جزء التحيز، هو بيضيف لك الليمت بتاعك ايه؟ انت مش هتتكلم عن كذا، او انا مش هديك المعلومه الكامله، وبالتالي محتاج مراجعه من حضراتكم، محتاج الجزئيه. باقي الحاجات بقى حاجات بسيطه زي حقوق النشر والملكيه الفكريه، ودي هتعمل مشكله لازم ننتبه ليها، عشان التوثيق، المعلومات اللي خارجه دي حقوق النشر بتاعتها ازاي وملكيتي انا؟ هل هتعود على مين؟ وهكذا. مصادر المحتوى والتعلم، مصادر المحتوى والتعلم اللي بتظهر دي، الاستجابات المتجانسه مقابل المخرجات المتنوعه والابداعيه. هل هيبقى كلها استجابات حافظ زي ما بيقولوا، حافظ مش فاهم، ولا هيديني ايه؟ مخرجات متنوعه. ودي رقم اربعه، دي مهمه جدا، اللي حضرتك لما تفهم الاوامر بتتكتب ازاي هتقدر تخرج منه بكل المخرجات الابداعيه. تمام؟ اعاده التفكير في التقييم ومخرجات التعلم، ودي نقطه مهمه، دي من ضمن الارشادات. كل واحده من دي مكتوب عليها حاجات كتير جدا في الارشادات، ممكن تقدروا ترجعوا لها وتستفيدوا. عمليات التفكير، بيقول لك ان كل نقطه من السته دول ارشادات مهمه، تعمل فيهم ايه؟ تعالجهم ازاي؟
بيوضح لك بعض المشكلات اللي فيها، وبناء عليها علشان لما تيجي تبني اخلاقيات داخليه تمام كده تقدر تستوعب اللي انت عمله. انا بنادي بالنقطه دي، انا بنادي اللي ممكن نعمل قطر عامه، ودي بدات تظهر للاخلاقيات على مستوى الدوله او على مستوى الدول العربيه مثلا او الدول الاجنبيه او على مستوى العالم، بس محتاج تبقى في اخلاقيات خاصه داخليه، اخلاقيات خاصه فرديه لكل فرد من الافراد، تمام كده؟ في مبادئ بقى، ودي مبادئ موجوده، ده اصدار اول، وده برضه متوفر للهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي، خرجوا اصدار اسمه مبادئ اخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وعملوها ازاي؟ قال لك المبادئ وضوابط اخلاقيه الذكاء الاصطناعي لازم نضبط بالحاجات دي، وكل واحده منها تحتيها برضه بيانات تقدر تعمل ايه؟ النزاهه والانصاف، لازم يبقى عندي نزاهه على المستوى الشخصي وعلى المستوى المؤسسي، اللي يبقى فيه نزاهه انت بتقدم ايه؟ تبقى معترف ان ده شغل بتاعك ولا شغل انت جايبه من حد وهكذا. الخصوصيه والامان، لازم نختار يعني نهتم بالخصوصيه والامان في المعلومات، يعني ما ينفعش اطلع معلومات سريه اتكلم بيها مع الذكاء الاصطناعي الا لو كان ذكاء اصطناعي خاص بيا، يعني خاص بالمؤسسه بتاعتي، ففي خصوصيه وامان. فلازم النقطه دي، الانسانيه اللي كنا لسه بنتكلم عليه في القضايا الخفيه، الانسانيه دي هي اللي انا خلاص لازم طابع الانسان لازم احط دي، ودي بدات تتعالج، تمام؟ الشفافيه والقابليه للتفسير، لازم يبقى عندي شفافيه في التعامل مع الذكاء الاصطناعي وفيما يخرج منه، لازم يبقى فيه عندي شفافيه وقابل للتفسير، اللي انا افسر ده انا جايبه من كذا. المنافع الاجتماعيه والبيئيه، هل هو بيعود على المنافع؟ الموثوقيه والسلامه، المساءله والمسؤوليه. دي مبادئ هم حاطينها، المبادئ دي انا شايف اللي ممكن تبقى كبدايه لاي مؤسسه او لاي فرد، تمام كده؟ وانا بقول برضو دي نقطه مهمه، راجع ما بينك وبين الله، هي دي هتديك كل المبادئ وكل الاخلاقيات في التعامل مع كل شيء. ليه؟ انا مؤمن بحاجه وليا مثال ظريف بقوله كده، السكينه انا بقطع واكل بيها وممكن اذبح بيها واقتل بيها، صح كده؟ ادوات الذكاء الاصطناعي ممكن استفيد بيها من تطوير لمهاراتي وغيره، وممكن اضر بيها ناس كتير واضر بيها نفسي واضر بيها التعليم نفسه والطلاب. فدي النقطه المهمه. فالمعيار بتاعنا بشوف كده هو معيار داخلي، ثم بعد كده بنحط قوانين ومعايير معينه علشان تضبط الامور دي في التعليم وفي المسائل التعليميه، تمام كده؟ انا بستاذن الناس بس هرد على اسئلتكم، بس خلينا نكمل عشان ما نقطعش بس حبل افكاركم غدا والبنيه المعرفيه فيها. اخر حاجه دي وهطبق تطبيق عملي وبعد كده معاكم في كل حاجه. انا عامل بس خارطه طريق بسيطه كده لكل الكلام اللي احنا اتكلمناه ده. انا محتاج اللي انا هتكلم فيه ده هي اضاءات هتمهد الطريق على مستوى المعلم وعلى مستوى المؤسسات التعليميه. ولازم بدايه كده لازم نبقى صرحاء مع نفسنا. ما ينفعش يبقى عندي نقص وما اعترفش بيه. اعترفت بالنقص هبدا اتطور. فدي النقطه. الخارطه بتاعتي، خارطه الطريق كده، في مجموعه الحاجات اللي قدام حضرتك. الست حاجات دول. تقييم الاحتياجات وتحديد الاهداف، تطوير البنيه التحتيه الخاصه بالتقنيه، تدريب المعلمين والاداريين، اختيار وتطبيق الادوات المناسبه، تكامل الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسيه، ومراقبه وتقييم الاداء. الست حاجات دول كخارطه طريق بسيطه على المستوى المعلم وعلى مستوى المؤسسه. خلينا نشوف هنعمل ايه في كل واحده فيهم. اول حاجه لازم تحدد الاهداف التعليميه بتاعتك. انا كمؤسسه او انا كمعلم، ايه اهدافي اللي انا عايز احققها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي؟ ايه الاهداف؟ هل انا هحسن اداء الطلاب؟ هل انا هخصص التعليم؟ هل انا هدعم المعلمين؟ هل انا كمعلم بقى على مستوى المعلم مش المؤسسه، هل انا اطور مهاراتي طبقا للي احنا كنا بنتكلم عليه في الدراسه بتاعت اليونسكو، اللي انا بطور عشان شكل جديد او تعلم جديد او مهارات جديده ولا ايه؟ دي نقطه مهمه جدا لازم احددها. ما ينفعش انا بستخدم، يعني زي ما بيقول لك كان عندي صديق كده يقول لك ايها الناس امشوا مع الناس. ما ينفعش، ما ينفعش عشان هو ترند انا ماشي معاه. لا، لازم احدد اهدافي علشان اقدر انجح فيه، اقدر اطبقه بشكل كبير، وبناء عليه هبدا احلل الفجوات. يعني ايه احلل الفجوات؟ يعني اقيم الوضع الحالي للمدرسه
او النظام التعليمي بتاعي لتحديد المجالات اللي ممكن احسنها عن طريق الذكاء الاصطناعي. يعني مش كل حاجه داخل فيها الذكاء الاصطناعي. مش كل حاجه، مش كل حاجه هتتحسن. طب ما انا عندي في جوانب ممكن تكون قويه، ودي عن طريق تحليل اداء الطالب، فعاليه التدريس، البنيه التحتيه، كل الحاجات دي انا هبدا احللها وابدا اشوف الذكاء الاصطناعي هينفع هنا فين. عشان كده التكنولوجيا وتطبيقها في التعليم بتفشل ليه؟ او الناس بتبقى رافضه ليها ليه؟ عشان تطبيقها ما بيعتمدش على تحليل الفجوات، بيعتمد على الصدمه والروعه اللي انت بتصدمني وبتروعني بتخضني. طبق ده ما ينفعش. طب ما تحلل الفجوات، خلينا نبدا حته بحته. انا عندي مجالات اللي ممكن يحسن لي ادوات الذكاء الاصطناعي، خلينا اطبق فيها واجل المجالات الاخرى، عشان ما يبقاش اللي انا طبقت مره واحده ما عرفتش انجح في اي مجال من المجالات. فدي تحليل الفجوات اللي موجوده، الفجوه دي اللي هتنفع مع ادوات الذكاء الاصطناعي وهكذا. فدي اول نقطه عندي في الخريطه بتاعتي. تاني نقطه البنيه التقنيه والتحتيه، ودي اللي كنا بنتكلم عليها في القضايا السابقه. اللي هي ايه؟ القضايا السابقه احنا اتكلمنا على الوصول. لو انا ما عنديش بنيه تحتيه او تقنيه كويسه عن طريق اللي انا الشبكات والاتصال بالانترنت كويس، تامين الاجهزه والتقنيات اللازمه، مش هعرف اوصل للادوات. مش هعرف احلل الداتا اللي موجوده على المنصات التعليميه بتاعتي، وبالتالي مش هعرف اقدم له محتوى. حتى لو انا هطبق تعليم مدمج داخل الفصل ومعتمد على داتا هتجيلي مثلا من الانترنت وغيره، معتمد اللي انا هقول له خد ده مثلا كتعلم مطلوب مثلا ادرسه تعالى، مفيش حاجه تساعده. فدي نقطه من النقاط المهمه لو احنا عايزين نطبق الذكاء الاصطناعي كويس، لازم نشوف البنيه التحتيه قويه. ومش بقول كلف نفسك، خلونا نبدا بالمتاح. انا مؤمن بدي. الناس، بعض الناس للاسف بتسود الدنيا في وشها، هي عايزه تبدا باعلى حاجه. لا، ابدا بالمتاح. انا بكلمكم من تجربه شخصيه، انا اشتغلت على اجهزه بنتيوم 3 وبنتيوم 4 من زمان قوي، وكنت بشتغل عليها مالتي ميديا وكانت بتطلع، اي نعم كانت بتطلع روحي، بس بدات بالمتاح. ده اللي كان متاح وقت ما انا بشتغل، وده اللي كان متاح طبقا للتكلفه بتاعتي. تاخد وقت شويه في الشغل، تاخد شويه في الاخراج، بس خلاص ده المتاح. فانت ابدا بالمتاح لتطوير البنيه التحتيه، ثم ابدا شويه بالشغل عشان تنجح. وفي تجارب كتير ناس بدات بحاجات بسيطه ثم تطورت بناء عليها. فدي تاني خطوه. ثالث خطوه تدريب المعلمين، وده اللي بيحصل دلوقتي زي ساعات الدكتوره زينب كده، ما هي بتقدم ورش عمل، بتقدم تطوير مهني في الاكاديميه. دي نقطه مهمه، يعني لازم ابني ورش عمل تساعد المعلمين، ولازم المعلم يفهم انا اقدر ايه، انا محتاج ايه، بناء على ايه. بناء على اول خطوه تحليل الفجوات بتاعته. انا ناقصني افهم ادوات الذكاء الاصطناعي، انا ناقصني ازاي اتعامل معاها، انا ناقصني كذا. فابدا ادخل دورات، مش مجرد اللي هي اكمال اللي انا اخد شهاده، لا، تكون نافعه ليا، بتحركني، بتطورني، بتعالج الفجوه اللي عندي. فدي نقطه مهمه. وبنادي بقى بالنقطه الثانيه، التطوير المهني المستمر. انا بشوف كده، يعني انا عندي مثلا محاضره مقدمها او فيديو مسجله على القناه اسمه ما بعد الدال. انا عندي ايمان ان ما بعد الدال اصعب ما قبل الدال، يعني بعد اخذي للدكتوراه او حصولي على الدكتوراه كان في صعوبه بعدها. ليه؟ لازم هتتعلم اكتر، لازم عشان تتابع كل ما هو جديد، علشان تقدر تقدم ما هو جديد. لو انت فضلت على ما انت اتعلمته مش هتقدم جديد، مش هتفيد نفسك ولا هتفيد اللي حواليك. واحنا كمعلمين واعضاء التدريس، نقطه مهمه التطوير المهني المستمر ده بيفيدني، يوضح لي الامور اللي فيها، وبيفيد المتعلم. انا طالما معلم مميز وكويس وماهر، هيفيد المتعلم، هقدم له كل جديد. ودي نقطه مهمه، ودي نقطه راجعوا بالذاكره. ناس كتير من معلمين رفضوا التعامل مع التعليم الالكتروني قبل الكورونا، ولبسوا، مش هقول بقى لسه في الحيط، اتصدموا، ما بقوش قادرين يتعاملوا مع الفصول الافتراضيه، ولا مع الدخول، ولا التعامل مع الطلبه، مع المايكات، مع جهاز الكمبيوتر نفسه، ما كانوش قادرين يتعاملوا معاه. بسبب ايه؟ بسبب الرفض، وبسبب عدم التجربه. جربوا، مش هتخسروا حاجه والله، مش هتخسروا اي شيء. فده التطوير المهني المستمر. اختيار الادوات دي النقطه المهمه، واختيار وتطبيق الادوات دي
نقط محتاجه شغل كتير، محتاجه اللي انت تختار انظمه اداره التعلم تكيفيه، ليرنينج مانجمنت سيستم تكيفي، وده عشان يدعم التقنيات، ومحتاج تطبيقات تعليميه. تعليميه ازاي؟ مش مجرد اعمل بيها صوره عشان بعض الناس او اعمل بيها فيديو، لا، في تطبيقات تعليميه دلوقتي قائمه على الذكاء الاصطناعي بتحلل اداء الطلبه، بتعمل لك تدريس تكيفي، بتولد لك محتوى علمي، تمام؟ بتساعدك اللي انت يبقى في تجربه تعلم مميزه انت بتقدمها للطالب. لازم افهم التطبيقات دي وافهم كل واحد منهم. ما تبصوش على المشهورين اللي بيقدم لك ريلز وشوف الموقع ده حلو ده بيغير لك صورتك كرتوني، مش ده التعليم. مش اللي انا اغير صورتي كرتونيه، ولا اللي انا اعمل فيديو حد بيتكلم بالنيابه عني عشان اسجل الصوت، مش ده بس، لا، في امور تانية متداخله لازم افهمها ولازم اطبقها قبل ما اطبق دول. انا ما بقولش ما تطبقش دول وما تشتغلش الحاجات دي، لا، اشتغلها. هتضيف اللي انت لما تحط البرزنتيشن بتاعك في صوره حلوه، في فيديو بيتحرك هيلفت النظر، بس مش دول الاساس الاول. في تطبيقات تعليميه اخرى بتولد لك محتوى تعليمي بيعمل لك الحاجات دي كلها، وده اللي هنشتغله مع بعض باذن الله. تكامل الذكاء الاصطناعي، وده اللي احنا عايزين نوصل له في خارطه الطريق بتاعتنا مع المناهج الدراسيه. ولما بتكلم عن المناهج الدراسيه بكل ما يشمله المناهج الدراسي، من طرق تدريس واستراتيجيات تدريسيه، من تقويم، من انشطه، من محتوى علمي. عشان كده لازم احط خطه التكامل. لو الوزاره او المؤسسه التعليميه التي اعمل فيها ما عملتش التكامل ده دلوقتي، انا ممكن اعمله على المستوى الشخصي بتاعي. يعني ايه؟ على مستوى المحتوى اللي انا بقدمه، الماده التعليميه بتاعتي. هتفاعل مع شات جي بي تي، وده اللي هنعمله النهارده. هتفاعل معاه واطلب منه يحدث لي المنهج، يحط لي انشطه تفاعليه، يتفاعل مع الطلبه، يحل لي مشكله مع طالب عنده صعوبات تعلم عشان انا مش فاهم، الطالب عنده ضعف في المستوى، هقدم له الانشطه ازاي؟ وهكذا. تمام كده؟ فدي نقطه التكامل مع الذكاء الاصطناعي على المستوى الشخصي ومستوى المؤسسات. المؤسسات بتبقى محتاجه طبعا خطط استراتيجيه وميزانيات، فممكن تاخد وقت شويه، فرعوا الحته دي، بس على المستوى الشخصي انا ممكن ما اخدش وقت. هاخد الدرس بتاعي او هاخد الماده العلميه بتاعتي وابدا اضيف عليها. انا مش بقول هتغير المحتوى العلمي، لا، انت هتخلي المحتوى العلمي يظهر باكثر تفاعل مع الطلبه، باكثر انشطه، هيخليك انت تبدا تذاكر اكتر وتبدا تفكر في طرق جديده من التدريس وغيره من هذه. تمام كده؟ مراقبه وتقييم الاداء، ودي مهمه جدا، وعشان كده احنا عندنا مجال مهم جدا في الابحاث العلميه وفي الشغل اللي هو اسمه الاناليتكس ليرنينج. والاناليتكس ليرنينج ده اللي هو بيحللك بقى البيانات عن طريق جمعها، الاداء، التعلم ايه، نتائج الاختبارات، تقييمات الطلاب والملاحظات، كل ده بيديك كوكتيل بيقول لك الطالب هو حصل فيه كذا 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 عشان تحسن. وده برضو انا بنادي بيك برضو، يبقى المعلم نفس الفكره، المعلم برضو بيانات خاصه بالمعلم نفسه بتحلل اداءه، ودي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، الاداره والاشراف التربوي. في الاداره والاشراف التربوي المفروض يبقى نفس الكلام، عندي تحليل لاداء المعلم وتحليل للدورات اللي خدها وتحليل لتفاعله داخل الفصل وخارج الفصل وعلى المنصه، كل ده عشان يديني تحسين مستمر، مش رقابه، مش بقول المدرس ده حلو ولا وحش، مش بقول للطالب ده يسقط او ينجح، ما تبصلهاش كده، انا بقول هحسن ايه، انا بقول ايه نقاط الضعف وايه نقاط القوه عشان اقوي نقاط القوه اكتر وعالج نقاط الضعف على مستوى المعلم وعلى مستوى الطالب. تمام كده؟ كده انا خلصت اخر حاجه، وهنبدا نطبق التطبيق العملي بشكل بسيط علشان اوريكم احنا وصلنا لايه دلوقتي عن طريق حاجتين بساط. يعني انا بس هي الفكره كلها، ازاي اولد محتوى من شات جي بي تي الجديد، تمام كده، واتفاعل معاه، تمام، وازاي اقدر افتح موقع تاني وابدا اشتغل. تمام، بصوا، انا فتحت، انا مشترك في الشات جي بي تي، يعني اللي هو 4، والنسخه الجديده اللي هي 4 او مشترك فيها برضو، فانا هبدا دلوقتي اتفاعل معاه، تمام، وابدا اطلب منه بعض الطلبات، والطلبات اللي انا هطلبها منه دي هبدا اقول له انا محتاج كذا محتاج كذا، ونشوف هيرد ازاي. والميزه دلوقتي اللي هو مش بيرد كتاب، يعني انا بكتب له طبعا، دي حاجه اساسيه. لا، الجديد بقى دلوقتي اللي انا هتفاعل معاه كمعلم، تمام. فخليني كده مثلا هقول له مثلا اهو، ابدا، شايفين انا كده، انتوا شايفين الكاميرا صح؟ هو كده بيبدا يسال، تمام. هطلب منه دلوقتي،
انا معلم لغه عربيه واحتاج خطه درس عن كان واخواتها للصف الخامس الابتدائي، تشمل الانشطه التفاعليه وتشمل التقويم والاسئله الخاصه بهذا الموضوع. بصوا بقى يردوا ايه. سأساعدك في إعداد خطة درس شاملة عن كانو وأخواتها للصف الخامس الإبداعي. إليك خطة مقترحة المقدمة، والهدف من الدرس فهم واستخدام كانو وأخواتها في الجمل العربية. الأهداف التعليمية: تعريف الطلاب بكانو وأخواتها واستخداماتها، تحسين مهارات الطلاب في تكوين الجمل الصحيحة باستخدام كان وأخواتها، تطوير قدرات الطلاب على التمييز بين الجمل الاسمية والجمل الفعلية. شرح الدرس: التعريف بكان وأخواتها، شرح معنى كان وأخواتها، ذكر أمثلة على كان وأخواتها، كان أصبح بعد، أمسى، صار، ليس، ما زال، ما دام، ما برح، ما أنفك، ما فتى، توضيح كيفية عمل كان وأخواتها في الجملة. كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية وترفع المبتدأ ويسمى اسمها. أنا وقفته زي ما أنتم شايفين كده. هو بيتكلم دلوقتي، يعني بيكلمتني وسجلت الحاجة تمام كده، وبالتالي هلاقيها على حسابي، يعني هي موجودة على حسابي أصلاً بتبدأ تشتغل فيها. يعني أنا لو هدردش معاها تاني ممكن أدردش حاجة تاني، ممكن مثلاً هقول لها دلوقتي خليني هكمل معاها كده، خلوني انا كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو، ده الانشطه التفاعليه، شايفين ده اللي هي سجلته معايا. انا طبعا عشان وقت حضراتكم بوريكم اللي انا اقدر اتفاعل معاه، ممكن اسالها حاجه تاني تمام. لا انا معلم ولدي مشكله مع طالب احدى الطلاب، لدي صعوبات في التعلم ولا استطيع تقديم محتوى علمي له، فأرجو مساعدتي في ذلك. بالتأكيد يمكننا تصميم أنشطة وخطة تدريسية تساعد الطالب الذي يعاني من صعوبات في التعلم على فهم كان وأخواتها. إليك بعض الأفكار: خطة تدريسية مبسطة. المقدمة: الهدف فهم أساسيات كان وأخواتها بطريقة مبسطة وممتعة. الوسائل التعليمية: استخدام الصور، البطاقة الملونة، والألعاب التعليمية. شرح الدرس: التعريف بكان وأخواتها، تقديم كان وأخواتها بطريقة مرئية ومبسطة، استخدام صور توضيحية لكل فعل مع جملة بسيطة. أمثلة مبسطة: كان الولد جالسا، أصبح الطقس جميلا، صورة الطقس جميل. الأنشطة التفاعلية: نشاط بصري. تمام كده. انا موريكم الموبايل بتاعي، انا مش مشارك الشاشه، انا موريكم الموبايل وانا بتكلم معاه، يعني في الفيديو بتاعي في الموبايل نفسه مش في الشاشه عشان الناس بتسال. فبالتالي انا دلوقتي بتفاعل معاها صوتيا، يعني اسال زي ما انا محتاج منها اي شيء تمام كده. فانا بوريكم عن طريق الموبايل، عن طريق انا فاتح الكاميرا بتاعتي، فبصوا على الكاميرا عشان انا مش بشارك دلوقتي في الشاشه، لسه ما شاركتش الشاشة تمام كده. هشارك الشاشة دلوقتي على واوريكم الموقع، يعني هفتح الموقع تاني بس اوريكم اللي انا ممكن دلوقتي اقدر اتكلم معاه، مش كده وبس تمام. خلوني اشارك الشاشة معاكم بقى، يعني افصل بس ده كده واشارك الشاشة واوريكم اللي ظهر، اللي هي كتبته من اللي اتكلمنا فيه. الشاشة كده ظاهرة مع حضراتكم، تمام. بصوا ده تعليم كان واخواتها اهي، كل الكلام اللي هي كلمته معايا هي سجلته كمان، هي سجلته كمان تمام. وده النسخه الجديده، في النسخه الشات جي بي تي 4 والشات 4 او اللي هو الجديد اللي بنتكلم عليه، ده الموديل الجديد اللي هم عاملينه. الموديل الجديد ده كمان انا بقدر ارفع له ملف اهو، يعني مثلا لو انا رفعت الملف
بتاع ده ملف المحاضرة اللي احنا مقدمينه، وطلبت منه اكتب او ملخص لهذا الملف مثلا، تمام كده؟ بس هو بيرفع الملف هياخد وقت شوية معلش، فبيبدأ يشتغل معايا اللي هو بيبدأ يقرأ الملف ويعالجه. يعني انا لو رفعت له كتاب هيقدر يلخصه لي، انا لو رفعت له بحث هيقدر يلخصه لي، ودي النسخة الجديدة بتقدر ترفع ملفات دلوقتي، تمام كده؟ اهو الملف، بص معايا، شفتوا بدأ يشرح لي اللي موجود في الملف. اللي احنا لسه شارحينه دلوقتي ده من الحاجات الجميلة دلوقتي اللي بتساعد، وبالتالي ده هيساعدني كمعلم، هيساعدني اللي انا اعمل محتوى، انا هكتب اي شيء، انا هعمل كل شيء انا محتاجه. بس اتعلم نقطة بقى، كتابة الاوامر، كيف اكتب الاوامر هنا الامر بتاعي، والامر ده المهم جدا، انا طلبي ازاي، هطلب ازاي، تمام؟ مش احنا لما بنقعد نحكي حكاية لحد او بنحكي له موقف حصل لنا مش بنفسر له انا محتاج كذا، او انا عملنا كذا وعملنا كذا عشان هو يفهم؟ هي دي فكرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، هنا بيولد النقطة دي. فالنقطة يعني الشات جي بي تي 4 او ده بدأ يطوره حاجات كتير جدا تقدروا تستفيدوا منها، وزي ما قلت لكم الجزء الاولاني اللي هو الصوت والتعامل معاه، ودي نقطة من النقاط المهمة، واتمنى لما تيجوا تراجعوا الفيديو انا مسجله بالفيديو، يعني انا فاتح قدام الكاميرا بتاعت حضراتكم عشان تشوفوها، كاميرا الكاميرا بتاعتي الخاصه، فتقدروا تشوفوا النقطه دي في الشات جي بي تي. الشات جي بي تي في امور جديده كتير تقدروا تستفيدوا منها، مش بس في الشات جي بي تي او، ايضا في الاكسبلور جي بي تي اس، ودي من الحاجات الجميله اللي اتفتحت عنده، اللي هو بدا يربطك بمواقع اخرى خاصه بالذكاء الاصطناعي بتقدر من عن طريقها تدخل تشتغل من عليها، زي مواقع بحثية. يعني ده موقع بحثي، ده موقع بحثي أصلا ليه رابط على الإنترنت، من هنا كمعلم أنت تقدر تدخل من هنا وتتكلم معاه، تقول له مثلا أهو ده أهو ماشي، أعطيني مثلا أحتاج عدد من الأبحاث عن التقييم باستخدام مثلا الذكاء الاصطناعي. بصوا معايا، هيبدا يديني الابحاث بالروابط بتاعتها كمان، يعني كده حتى انا اهو هو بيطلب مني بس اللي انا اديله اللي هو يبدا يتعامل مع البيانات بتاعتي. لا النسخه مش مجانيه للاسف، النسخ دي مش مجانيه، تمام كده؟ بصوا ادانا ابحاث اهي، شايفين البحث ده عامل من سنه كام؟ عشان بس الناس، احنا لسه احنا بعيد شوية عنهم، من 87 في بحث منهجية التقييم أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي، بيقيم أداء الذكاء الاصطناعي من سنة حاجة و80، تمام كده؟ أهو وخوارزميات وغيره، وتقدر تضغط هنا يدخلك للبحث نفسه على الموقع بقى، ده الموقع اللي أنا بنتكلم عليها معاكم اللي هو ده. فهنا الإضافة الجديدة اللي هو حطها الإكسبلورر جي بي تي إس ده مهمة جدا، تتعرفوا عليها كمعلمين، هتساعدكم جدا جدا في الأمور اللي انتوا تتفاعلوا معاها وتشتغلوا معاها، تمام كده؟ ماشي؟ فدي النقطة اللي هي فيها الشغل اللي احنا بنتكلم عليه، تفاعلوا معاه هينتج لكم محتوى كبير جدا. في فيديوهات انا شارحها شرح كامل للشات جي بي تي والأدوات الأخرى. أداة تانية بس أخيرة وبعد كده هفتح الأسئلة لحضراتكم، اللي هي الأداة الخاصة بي، دي من الأدوات أو المواقع اللي أنا اكتشفتها مؤخرا، تمام كده؟ الموقع ده شامل، أنا اكتشفت منه حاجة عشان كده حبيت أعرضه على حضراتكم. أنا كنت عندي فيديو ومحتاج الفيديو ده أترجمه للغة العربية وأنزل المحتوى بتاعه، تمام كده؟ فالموقع ده ساعدني بشكل كبير، ومش كده وبس، يعني هو مش بيعمل الخاصية دي بس، لا هو بيعمل حاجات تانية. خلوني بس أدخل كده، مش هو بعت لي الكود، ادخل بس معاكم واوريكم بيعمل ايه وايه امكانياته، عشان امكانياته يعني من الامكانيات الجميله جدا، فحبيت اعرضه عليكم، انا اكتشفته مؤخرا.
وليه عرضته هو؟ عرضته هو علشان انا شايف هو لمم حاجات كتير ممكن يحتاجها المعلم بجانب ادوات اخرى، بس الموقع ده من المواقع الجميله جدا. تمام؟ معلش استاذن حضرتك دكتور محمد، في طلب بس ان حضرتك ترسل الرابط في الشات عشان لو حابين يقدروا يجربوا مع حضرتك. حاضر ماشي، رابط الموقع ده. انا بعته في الشات اهو، ماشي كده. الموقع بتسجله فيه عادي خالص، وهو بيديك دقائق محدوده بس. هي الفكره يعني، ده الفيديو اللي هو كان دقيقه ونص اللي انا حولته. بصوا معايا بقى، انا كنت محتاج حاجه معينه، بس هو عنده امكانيات اكتر. امكانيات اكتر في ايه؟ هو عنده اللي انت بتقدر طبعا هنا بتسحب اي ميديا عشان تسحب الفيديو بتاعك، فده هيفيد المعلمين في ايه؟ عشان برضو انا بتكلم في النقطه دي، هيفيد المعلمين لو انا عندي فيديو وعايز المحتوى بتاعه، هيساعدني في اللي انا ارفعه من هنا واحطه هنا وابدا ينزل لي هنا. شايفين نازل هنا في التايم لاين اهو، ده الترجمه العربي، ويعمل لي شايفين الترانسكريبت ده، ينزل لي هنا السكريبت بتاعه اللي موجود. هو بيتكلم انجليزي، ياخد لي السكريبت الانجليزي. طب السكريبت الانجليزي ده يا استاذنا انت، طب انا عايزه عربي، سهل، هاخده كده اهو اهو، تقدر تعمل له داونلود ينزله لك، او انت خده كوبي من هنا اهو. ماشي خلاص، خليني اعمل له داونلود سريعا كده اهو، نزل داونلود اهو. بص نزل لك ادي السكريبت بتاعه، هقدر اخده من هنا كده لو انا بقى عايز اترجمه. و خلونا نقفل بس ده كله كده اهو، واجي اقول له هنا، عشان برضو ده التكامل بين الادوات. ماشي كده، معلش بيحمل بس الانترنت اهو. هقول له احتاج، وبيترجم بشكل جميل ودقيق على فكرة كمان. ماشي، احتاج ترجمة هذا النص للغة العربية. تمام كده، بصوا معايا كده، ده بيتكلم عن الكفاءة الرقمية للمعلمين، فبدأ يترجم لي ليه، وبالتالي اقدر اشتغل عليه. انا هرجع تاني للموقع بس بوريكم اللي هو بينزل لي ايه. رجعت اقفل ده ورجعت للموقع تاني اهو عشان يبقى قدامك. ده الموقع، اول نقطة عندي الميديا. الميديا بتدوس هنا اد ميديا، بترفع الفيديو، بترفع الفيديو من على جهازك. شوف جهازك انت حاطط الفيديو فين، وتبدأ ترفع الفيديو من على الجهاز بتاعك. يبدأ اول ما ترفعه يبدأ يتحمل هنا. تمام، اول ما يتحمل هنا بتيجي هنا تقول له سب تايتل اهو. السب تايتل ده بتقول له انا عايز احط سب تايتل هنا، ماشي، وتختار اللغه للسب تايتل. شايفين لغات كلها من ضمنها العربيه، بتقول له انا عايز احط سب تايتل. هو بالذكاء الاصطناعي طبعا، هو بيديك ليميت في المده، بس انا بشوفه المواقع دي من المواقع الجميله اللي المفروض نشترك فيها، حتى لو هنشترك فيها مجموعه معلمين انا استفيد منها، عشان في فيديوهات كتير اجنبيه ببقى محتاج المحتوى بتاعها ده اترجمه وادخله ضمن الدروس بتاعتي، فبالتالي هعمل كده. فبقول له اعمل لي سب تايتل بالعربي، اعمل لي سب تايتل باي لغه تانيه، يقدر يعملها، فبيحولها لك بالشكل اللي انتم شايفينه. شايفين دي السب تايتل اللي بتنزل هنا، يبدا ينزلها لك هنا ويبدا، تمام، يبدا يشغلها لك بالشكل ده. وممكن انت بقى لو انت عايز تضيف حاجات تانيه على الفيديو، عشان كده بقول لكم هو في جزء حتى مونتاج، بقدر اضيف تكست اهو زي المونتاج. لو انتوا فاكرين الكامتازيا، برامج الكامتازيا ده بيقدر كده اهو، تقدر تاخد اهو نص وتتعدل فيه بالنصوص بتاعتك بالشكل ده. تقدر هنا الفيديو نفسه تقدر تضيف انيميشن للفيديو، ماشي كده، تحط فيديوهات تانية مع الفيديو ده، يعني تعمل مونتاج. فبيديك جزء مونتاج، بيديك تتعامل في إيلمنت تحطها عليه، تتعامل في صوت وترفع صوت، تتعامل في الليارات اللي محطوطه، ودي الليارات اللي قدام حضراتكم دي، اللير الفيديو لير السب تايتل، وتكمل ده كله. وبعد ما تخلصه تعمل اكسبورت. شايفين الاكسبورت اللي فوق هنا، بتدوس اكسبورت كده، بيديك كل الحاجات من ضمنها اللي انت تنزله كفيديو او تنزله كصوت. يعني انا ممكن اخد ده صوت، ممكن اخده صوت عشان انا عايز الصوت ده هعرضه على الطلبه بتوعي، فانا محتاج الصوت بس،
مش محتاج الفيديو، اعلمهم ايه الموضوع ده وهكذا، او انزله كجيف او بي ان جي وابدا اعمله ده ام بي 4 اللي هي الشغلانه دي، تمام كده؟ فكل الحاجات دي كلها تقدر تستفيد منه من موقع واحد. عشان كده بقول لكم الموقع ده انا لسه مكتشفه قريبا، ما اشتغلتش عليه كتير بس مجمع حاجات كتير بتنفع للمعلم. مونتاج فيديو، سب تايتل، وده نقطه مهمه جدا ان انت تحط سب تايتل، ودي نقطه مهمه كمان علشان لو انا بتعامل مع معاقين او مع ناس مكفوفين عشان بيستخدموا اجهزه بتقرا ما يظهر على الفيديو، فانا محتاج لازم احط لهم سب تايتل عشان يشرح كل حاجه على الفيديو فبحطها لهم. محتاج ان انا احط مونتاج للفيديو والعب فيه والحاجات دي كلها، بيديني الخصائص بتاعته والحاجات دي. وعلى ما اظن يعني السعر بتاعه مش كتير، تمام كده؟ يعني $16 دول لو انا مثلا اشتركت شهر وانا محتاج شهر واحد اخلص فيه حاجات كتير، ممكن يبقى مجموعه بتشترك فيه، واحنا بنشترك باشتراك الشيرنج. يعني انا بدعو للموضوع ده، اللي يبقى خمسه سته بيشتركوا شيرنج في موقع واحد يستفيدوا من كل خدماته لمده شهر، يكونوا مجمعين كل حاجه. فده من المواقع الجميله جدا، زائد برضو المواقع اللي انا شرحتها سابقا على يعني القناه بتاعتي تستفيدوا منهم. بس انا حبيت احط الجزئين دول، الجزء الجديد بتاع الشات جي بي تي او 4 او جديد، وازاي نتحدث منه عن طريق الموبايل، وازاي نتعامل معاه ونفهم كل الامور دي كلها. والموقع ده، الموقع ده من المواقع الجميله جدا اللي بيلخص لك او بيطلع لك كل المحتوى بتاع الفيديو، وده احنا كتير فيديوهات كتيره كانت مشروعها حلوه، وخاصه الفيديوهات مثلا الاجنبيه اللي بتشرح بعض الحاجات اللي في تيدكس والحاجات دي كلها، تقدروا تنزلوا المحتوى بتاعها ده مكتوب وتضيفوه للطلبه بتوعكم في محتوى علمي تقدمه لهم بشكل كبير جدا ان شاء الله تعالى في يفيدكم، تمام كده؟ حبيت بس ادي جزء عملي كده عشان اكسر الحديه بتاعت حضراتكم دي، وانا كده خلصت. اتفضلوا، انا كل اذانا صاغيه معايا القلم بتاعي اهو ومعايا الورق وبكتب السؤال وهرد عليه ان شاء الله باذن الله تعالى، تمام؟ اتفضلوا. اتفضلوا. معانا استاذ سليمان. حضرتك تقدر تفتح مساء الموبايل؟ الخير. الو، مساء الخير. سمون. استاذ محمد الصديق العزيز، سعيد ان انا بعد فتره طويله جدا جدا تمتد يمكن لفوق ال10 سنوات ان انا ما اشوفش حضرتك، ونتقابل النهارده الله يكرمك. في رحاب الاكاديميه المهنيه في وجود الاخت العزيزه الفاضله والزميله المحترمه دكتوره زينب. الله يكرمك حبيبنا، الله يكرمك. تسلم لي يا منور يا حبيبي. دكتور سليمان، منور. منورة دكتورة زينب، ازاي حضرتك عاملة ايه؟ يعني موضوعات الساعة والساعات القادمة، إن شاء الله. الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتعليم. بجد بجد يعني قعدتك متألق يا دكتور محمد، الله وانت يكرم عارف. حضرتك يا دكتور. الله يكرم تسلم لي يا حضرتك، حبيبي. الله يكرم. جزاك بس الله خير. يعني أرجوك يعني فيما هو قادم يا ريت يبقى الـ يعني في إضافة لحتة التقييم أو التقييم بالنسبة لعلاقته بالذكاء الاصطناعي، ده لأن ليه أنت ورشة لما لوحده يا دكتور، ده ليه ورشة حبيبي لوحده. أنت حطيت الست محاور اللي اشتغلت عليهم، قطعت المحور السابع أو المحور الرابع بعد الطالب والمعلم والمنهج، ما وهو هو المنهج، تقييم. ما هو المنهج داخل فيه التقييم، بس هو ليه ما ورشة انت لوحده. حضرتك، انا مش هجادل حضرتك كتير، بس انت حضرتك زي ما افرضت حاجه لطرق التدريس يبقى عينيا. طرق التقييم كمان اه، ده تنفصل خارج ده المنهج. انا بجهز له والله ورشه لوحده والله يا دكتور، عشان يعني التقييم رجاء ده حبيبي رجاء. مواله كبير جدا وادواته كتيره جدا ان شاء الله باذن الله. فده واحد اهو انا كتبته عندي، اسجل له ورشه لوحده ان شاء الله. انت عارف ان معزتك عندي حبيبي، فلازم ان انا حبيبي ايه انت يا دكتور. وما اقوله لا يقلل من قدر المجهود اللي انت بذلته الله يكرمك. وبتبذله في شغلك دايما، بس هو طرق التقييم دي لازم تكون محطوطة في الاعتبار قبل الإدارة والإشراف، وقبل ما يعني منصات وبيئات التعلم قد تضاف إلى طرق التدريس، شاء الله لكن طرق التقييم لازم تبقى بارزة ومنورة لوحدها. أمين. حاضر.
يعني نقطة. النقطة الثانية بستأذن حضرتك برضو، احنا كان زمان ايام بيئات التعلم الإلكترونية وما تلاها من بيئات تعلم ذكية وتكيفية وتشاركية و كانت اساليب التعلم او طرق التعلم المتميز والتعلم بالاكتشاف موجودة، تمام؟ ايوه فاحنا لو فضلنا نحطين الطرق دي معانا برضو يا دكتور محمد، في ناس هتقول ماذا قدم الذكاء لا، الاصطناعي. ما هو الفكرة فأنا الطرق دي هتتطور بأدوات الذكاء الاصطناعي. ما هو ما أنا الفكرة، مع اتفضل اتفضل يا دكتور. أنا مع حضرتك، بس في النهارده بقى في عندي التعلم التوليدي ده، لأن كل مرة زي ما الذكاء الاصطناعي بيشتغل طرق التعلم منه هتبقى نابعة من جواه. فانا يعني بقترح على حضرتك، وانا عارف انك انت حضرتك شاطر قوي قوي، وكنت من الناس اللي كنا مع بعض في وجود الله يرحمه استاذنا الدكتور مصطفى عبد السميع، يعني كان دايما بيوجهنا ان احنا دايما بندي لبعضينا افكار. فيبقى أكيد طبعا، دي حاجة التعلم التوليدي او التعلم الحواري او التعلم الشامل أنا بس للمتعلم. هستأذن حضرتك أرد على النقطة دي، بس اللي أنا عرضته ده ما هو إلا جزء بسيط كأمثلة، أنا ما أنا عرضتش طرق التدريس كلها، عجبني تمام؟ التعلم المخصص، وده حلو. بس لغينا بقى فهمتني يا حتة دكتور؟ التعلم الفردي والتعلم ما هو الفكرة الذاتي. كلها يعني أنا عرضت بعض الأمثلة على طرق التدريس اللي المفروض الذكاء الاصطناعي مؤثر فيها بقوة، تمام؟ ما عرضتش، ما فرضتش كتير، يعني في مشروع بنشتغل فيه حاليا، وفي مشاريع أنا بتابعها مع بعض الجهات التعليمية بتتكلم عن طرق التدريس ومخصصة لها، وبتتكلم عن يبقى التقويم لوحده. فإن شاء الله بإذن الله تمام تعالى، فاهمني؟ تمام معايا يا تمام دكتور؟ تمام انا فإن شاء الله طبعا بإذن الله تعالى أحاول تخلص الدراسة بتاعتها وتبقى منشورة للناس، هيلاقوا حاجات كتيرة إن شاء الله رائعة بإذن الله تعالى فيها. تمام انا بس وجدتها فرصة ان انا جميل. يعني يبقى في ده حاجة صوت حواري ما بيني وما بينك، ده واسمع على راسي صوت يا دكتور. الدكتورة زينب يعني الأخت لا ده العزيزة، أنت نورتنا ويمكن يا دكتور. كان يعني بجد شكرا يا يعني دكتور سيدي. العافية يا دكتور. على آخر احنا كده خدنا وعد من الدكتور محمد ان لينا ورشة تانية ان شاء الله نعالج فيها الجزئية الخاصة بالذكاء الاصطناعي واساليب التقويم، وخاصة ان فعلا في تطور كبير جدا في التقويم وفي ادواته بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ويمكن زملائنا واساتذتنا اللي موجودين معانا في الورشة الموضوع يهمهم جدا، مين؟ واحنا بنستسمح الدكتور عينيا. محمد ان شاء الله نعمل اكستنشن للورشة، لان حقيقة هو صال وجال في موضوعات هامة جدا، كل موضوع يستحق ورشة كاملة ليه. عينيا يا اتفضل يا دكتور، دكتور. عينيا شكرا عينيا. تسلم أقل من ليك. 10 ثواني وهقول شكرا. كل الوثائق اللي حضرتك اديت إشارة إليها، يعني إذا أمكن حضرتك ممكن تبعت اللينك للدكتورة زينب حاضر، تتلحها هرفعها. وهي تطرحها، بدل هرفعها انا قصدي الجروب. بدل حاجه بدل انا حاجه عندي، انا بدل ما عامل جروب، انا اقول بدل لحضرتك يا ال دكتور. 300 اللي موجودين دول وانا اول واحد فيهم، هقعد اخبط دكتور لا محمد لا ابعت لي حاضر، اللينك ابعت لي انا اللينك. عامل، هقول لحضرتك، انا عامل على جوجل درايف، عامل فولدر لكل الملفات اللي نزلت خاصه بالذكاء الاصطناعي، رافعها عليه، حضرتك تمام كده؟ ارفع لنا بس فهتلاقي عن اكتر من طريق 20 او الدكتوره 30 زينب. ملف ايوه محطوطين عليها، هبعت الرابط للدكتوره زينب تنشره ان شاء الله، وانا ان هنشره شاء على الله، واحنا صفحتي الجروب بواصل ل 600 هنبعته على الجروب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شكرا شاء الله دكتوره زينب، شكرا شكرا لي. دكتور محمد يا حبيبي، وبالعكس انا شكرا. مبسوط ان انا شفت حضرتك دلوقتي. اي نعم الزمن اثر علينا. نشوفك على خير يا دكتور ان شاء الله. حبيبي شكرا يا دكتور، شكرا دكتوره زينب، شكرا لجميع شكرا الحضور. دكتور محمد، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، اتفضل. طبعا انا بشكر سيادتك وبشكر دكتوره زينب، احنا اولاد التربيه والتعليم استفدنا كتير جدا، استفدنا كتير جدا من المحاضره الشيقه ديت، بس كان في لسه من مكملناش على الحاجات فكرة. انا فاهم يا فندم والله لسه احنا مستمتعين بالمحاضره عموما. يعني فاكرة. كان في بس نقطه كده حضرتك ذكرتها في البيئه التمكينيه، ان انا بعد المعلم من خلال مهارات لاجل واقع جديد،
انا عايز اعرف المتعلم هنا في البيئه التمكينيه هيبقى دوره ايه، عشان هو هدف اصلا العمليه التعليميه، وانا بعمل منصات تعليميه عشان خاطر المتعلم ده. تمام. النقطه الثانيه يا فندم، التاثير النفسي على المتعلمين، ازاي اقدر اسيطر على اخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال ان انا المتعلم ده ما يذهبش مني يروح لحته ثانيه، يعني مثلا بدل ما المنصات الكتيره، المنصات الموجوده دلوقتي في اعلانات كتيره وفي حاجات كتيره بتخرج الطالب او المتعلم ده عن مسار التعليم، ازاي اقدر اسيطر على الحته دي؟ تمام، بشكر حضرتك هرد جدا على يا دكتور. التساؤل ده. الله يكرم حضرتك يا دكتور، هرد على التساؤل الدكتور واستاذن البقيه، هستقبل اسئلتكم بس نكمل. هرد بس على التساؤل السريعا، دور المتعلم في البيئات الحاليه، احنا لو عرضناه، لو حضراتكم تذكرتوا احنا عرضنا اللي دور المتعلم اللي هقدم له بيئه مخصصه، دي نقطه تمام كده. المهارات اللي هيتعلمها المعلم، ودي نقطة مهمة، عشان كده أنا قلت لكم في البداية المعلم هو أساس العملية التعليمية. المهارات اللي هيتعلمها هتنعكس على الطالب. هتنعكس على الطالب إزاي؟ فيما يقدم له من محتوى علمي، فيما يقدم له من أدوات، من استراتيجيات، من تقويم، عشان الدكتور سليمان ما يزعلش، من كل الأمور دي هو هيوصل له النقطة دي. فالنقطة دي مهمة خاصة في المتعلم، هينعكس عليه حاجات كتير. علمت المعلم وضربته جيداً هينعكس عليه المتعلم. تمام. الاخلاقيات احنا بنتكلم فيها مش من دلوقتي، تمام كده، عشان كده انا بدعو الناس ادرسوا كمعلمين واولياء امور، ادرسوا المواطنه الرقميه. المواطنه الرقميه في كورس كامل مقدمه من 2015 موجود على القناه، وفي محاضره اخيره لسه مقدمها برضو من شهر او شهرين، المواطنه الرقميه في عصر الذكاء الاصطناعي. المواطنه الرقميه بتديك زي اطر معينه، انت عايز توصل ايه؟ تعمل ايه في الامن الرقمي؟ تعمل ايه في التنمر الرقمي؟ تعمل ايه في كذا؟ تعمل ايه في كذا؟ وبيديك اطر الامور دي كلها، فلازم انا اتعلمها كولي امر، ولازم اتعلمها كمعلم، علشان انا اللي هطبقها على طلابي، انا اللي هطبقها عليا على اولادي في البيت، فالنقطه دي مهمه جدا، فبنادي النقطه دي هتساعد، عشان هم 9 حاجات، ال9 حاجات دول تطوروا دلوقتي بسبب تطور السيكيورتي وتطور الامن السيبراني وغيره من هذه الامور، فبدا يتطور في النقطه دي. راجعوا عليه، لو محتاجين برضو فيها محاضره نتكلم عن المواطنه الرقميه او الاخلاقيات الالكترونيه، انا مش عايز اسميها الاخلاقيات الخاصه بالذكاء الاصطناعي بس، اخلاقياتنا التكنولوجيه دلوقتي. احنا في العصر الرقمي، فبالتالي يجب ان نستوعب اخلاقياتنا في العصر الرقمي. ودي بداية من المواطنة الرقمية، مرورا بالتعليم الإلكتروني، مرورا بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا، ثم مرورا بأدوات الذكاء الاصطناعي. كل الحاجات دي لازم تدرسها. روحوا واتفرجوا على الفيديوهات على القناة المواطنة الرقمية، هتفيدكم إن شاء الله، عشان نقدم فيها بعض المشكلات. بعد كده لو خلاص بقى أنتم محتاجين أكتر، ممكن برضو نعمل ورشة بإذن الله. تمام؟ الحقيقة أنا بشكرك جدا معالي البروف على فعلا الورشة المتميزة، وبشكر جميع الزملاء الحضور، يعني الحقيقة حرصهم على الحضور، إن إحنا الحد الأقصى 300، فإحنا لحد دلوقتي إحنا 300 موجودين معانا، ناس بتدخل الله وناس يكرم. بتخرج، بس يعني ده استمتاع منهم للورشة، وأنا الحقيقة مستمتعة الله ومستفيدة، يكرم حضرتك يا دكتور. وإن شاء الله بإذن الله نوعد كل السادة الحضور بسلسلة من الورش، ولو هنعمل لهم برضو رابط لتحديد احتياجاتهم اللي جميل. هم محتاجينها، الورش اللي هم محتاجينها والموضوعات اللي محتاجينها، وإن شاء الله بنوعدهم على استمرارية ورش اللي بتقدمها الأكاديمية، وبنبقى سعدة بوجودهم معانا. وبترك بقى الله دكتور. الأسئلة إن شاء الله، دكتورة سوزان تقرأ اتفضلي الأسئلة لحضرتك إن شاء الله يا بإذن دكتور. الله شكرا لحضرتك متابعين يا دكتور. معك. تفضل شاء يا الله. دكتور. أستاذ حضرتك دكتور محمد، كان في سؤال ممكن من فضلك، لينك موقع منظمة اليونسكو لإرشادات التعامل مع الذكاء الاصطناعي، والمقصود حاضر، بها الأخلاقيات. هجهز لكم بعد الورشة، ادوني بس بعد الورشة هجهز كل ده. انا قدام حضراتكم الشاشه اللي قدامكم فيها السوشيال ميديا بتاعتي، هرفعها على السوشيال ميديا كروابط، وهبعتها برضو ليك يا دكتوره سوزان، بحيث تبعتها تمام لهم في الجروب بتاعهم كله. يعني هجهز كل ده
ممكن لو النهارده او بكره الصبح تكون عندكم ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب بقية الأسئلة عبارة عن شكر طبعا لحضرتك على والمجهود راسي. الرائع اللي استفادوا بيه في الورشة اليوم، وطبعا بيطلبوا من حضرتك رابط الجوجل درايف، حاضر، هننتظر إن شاء كل الله دي من حضرتك. الروابط دي ان شاء الله كلها النهارده، يعني هجهزها وابعتها لحضرتك او بكره الصبح بكبير ان شاء الله، وبكره الصبح هتلاقي إن الفجر شاء الله عندك، مش بكره الصبح مثلا إن 10 شاء ولا حاجه. الله ان إن شاء شاء الله. الله يا دكتور. في كمان تساؤل بالنسبة للأبلكيشن حضرتك استخدمته، هل النسخة دي مجانية يا دكتور؟ انهي ابلكيشن؟ اللي هو الجوجل الشات جي بي تي ولا الموقع؟ لا الموقع أنا مش عارفة هو كتبوها. ماشي، الشات جي بي تي النسخه المجانيه اللي فيه دلوقتي اللي هي 3.5 بس، اللي هي 3.5 دي النسخه المجانيه. النسخه الثانيه بفلوس، اللي هي الفور او الفور او بفلوس، ب 20 دولار شهريا، تمام كده؟ فدي النسخه اللي بفلوس. الموقع بيديك ليميت للدقائق اللي يعمل لك ليها السب تايتل والحاجات دي ويترجم لك للعربي، الموقع الثاني اللي انا عرضته ده بيديك ليميت للدقايق، ففي جزء مجاني كبير فيه، تمام كده؟ بس زي ما بقول لكم، لو الاوبشن تزيد الدقايق بتزيد بيطلب الاشتراك يعني. فده بالنسبه لده وبالنسبه لده، يبقى ردينا على السؤال، تمام كده؟ في كمان طب استني بس استفسار. اقول حاجه تانيه يا دكتوره، معلش هقطع اتفضل كلام. في كتاب اتفضل. مجاني، في كتاب مجاني عندي اصلا، كتاب مجاني عن ادوات الذكاء الاصطناعي، هرفع لكم الرابط على الشات. في ادوات كتير جدا، انا بس بدور عليه على الشاشه الثانيه، معلش ثواني. ده يفيدكم ان شاء الله باذن الله تعالى، لكل ادوات الذكاء الاصطناعي متنوع، وفي حاجات كتيره ان شاء الله باذن الله تعالى قريبا هطوره كمان بحيث يفيد الجميع ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام، اتفضلي يا دكتور، عقبال ما انا ادور على الرابط. اتفضل. في رجاء بصراحة جالنا من أكتر من زميل على الزوم حاليا وعلى جروب الواتساب، هل نقدر نطلع على المحتوى، يعني يطلع على الباوربوينت لو حضرتك تقدر ترسله لي برضو محتاجينه ارفعه بال انا عاده على موقعي الشخصي اللي هو شلتوت دوت كوم، ده موقعي الشخصي اللي قدام حضراتكم ده، برفع عليه كل ملفات البي دي اف. يعني لو دخلتوا في قسم بسم الله الرحمن الرحيم، القسم الخاص الورش. اه بالورش عندي في الموقع، هتلاقوا حاجات كتير جدا، ورش سابقه، مرفوع الفيديو، لينك الفيديو، ومرفوع بي دي اف تقدر تعمل له داونلود. فانا اول ما بخلص برفعه، فلا تقلقهم ده، تمام كده؟ تمام. في استفسار عن متغيرات البحث المهمة في الذكاء الاصطناعي. من ناحيه ايه؟ اصل السؤال ده، بصوا، متغيرات البحث المهمه للذكاء الاصطناعي لازم يتم تحليلها، لازم تقرا عن الذكاء الاصطناعي، تمام كده؟ ولازم يبقى انت عندك مشكله بحثيه هتعالجها بالذكاء الاصطناعي، انت ايه مشكلتك البحثيه؟ وليس اللي انا ادور على متغيرات. يعني انا معلش انا ما بحبش دي، يعني ما بحبش طريقة العكس، ما ادورش على الترند، لا، انا ادور على مشكلة بحثية تربوية هحلها وابدا اطوع ليها الادوات، اشوف ايه الادوات المناسبة ليها، ابدا احلل. في تحليلات كتير وفي حاجات كتير، وفي محاضرة برضو على القناة عندي عن ادوات الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، واتكلمنا عن النقطة دي، عن النقطة دي شارحين زي خريطة الطريق كده، ازاي تقدر تطلع الافكار البحثية دي ان شاء الله باذن الله تعالى. فحاولوا تطلع عليها، لو ما عرفتش توصل تواصل معايا بشكل شخصي، ده للجميع طبعا التواصل معايا، وانا ارد عليه او اوضح له اكتر باذن الله تعالى. إن شاء الله يا دكتور. طيب في أحد الزملاء برضو بيطلبوا لو في قائمة بالبرامج المجانية في الذكاء الاصطناعي. انا الرابط بتاع الكتاب ده ادخلوا عليه، هتلاقوا المواقع اللي انا حاططها، بعضها مجاني وبعضها بفلوس، تمام كده؟ والقائمه دي هحاول انا احضر قائمه، حاضر، اعملها بشكل انفوجرافيك بالظبط. للبرامج المجانية، حاضر. بس الفكرة إضافة لأهم المنصات، يعني في وأهم طلب آخر المنصات، برضو، أهم المنصات التعليمية. حاضر. بس عشان بس أريحكم، مش أو ما أصدمكوش، مش عايز أصدمكم، معظم الحاجة بتديك حتة بعد كده بتطلب منك فلوس للأسف، تمام كده؟ حتى لو هي بتشتغل دلوقتي، هي بتشتغل مجاني عشان تجمع داتا وتجمع حاجات، وبعد كده بتلجأ برضو، بيبقى فيه فيز صغير. وعشان كده بقول لكم معالجة الموضوع ده ازاي؟ الشيرنج، اللي انا اشترك كمجموعة في موقع، بس نكون مخططين له جيد، اللي احنا هنستفيد منه خلال فترة الاشتراك. فدي النقطة لمعالجة هذه الأمور، تمام؟ اتفضل.
في سؤال كمان، هل يوجد تطبيق للذكاء الاصطناعي يساعد في تنمية الكتابة والقراءة لتلاميذ الابتدائي والإعدادي؟ تطبيق يساعد فيه على ما اظن فيه. طب راجعوا الكتاب اللي انا رفعت الكتاب اهو دلوقتي، راجعوه، لو مش موجود انا مش متذكر قوي ليها، تمام؟ لو مش موجود ابعتوا لي بس الرساله دي تاني ادور في اللي عندي، تمام؟ اللي هو يساعد، في حاجات بتساعد في القراءه والكتابه في النقطه دي، ومعموله للغات كمان. انا متذكرها كابلكيشن بيساعد في دي، بس للغه العربيه مش عارف، اللي اعرفه للانجليزي. يعني في دلوقتي بعض التطبيقات كشات بوت بتبدا تتحدث معاها اللي انت عايز تتعلم اللغه، او تعدل كذا، او تعدل كتابتك، تمام؟ بس ما جربتهاش في اللغه العربيه، فخلوني ابحث لكم عليها وابعتها لكم، او الشخص او الاستاذ او الاستاذه اللي سالوا عليها يتواصلوا معايا باذن الله تعالى، وانا يعني اجهزها لهم ان شاء الله باذن الله، تمام؟ إن شاء الله. طيب، في سؤال آخر، من فضلك يا دكتور، الطريقة الصحيحة لكتابة السؤال للاستفادة بأقصى حد ممكن، وإزاي نبرمج الـ AI بحيث يفيدنا في البحث عن طريق كتابة الأسئلة؟ واحدة، أنا تهت في السؤال. أول حاجة، أول هو خطوة، محتاج صياغة السؤال في الذكاء الاصطناعي بحيث يعني الإجابة تكون مناسبة للسؤال، تمام، هل في الإجابة طريقة مناسبة للسؤال. معينة؟ ماشي، الإجابة مناسبة للسؤال. لازم يعني في طريقة أوامر، أنت وأنت بتكتب الأمر، أنت هتكتب أنت محتاج إيه بالظبط، الصياغة بتاعتك، هي دي الصيغة بتاعتك، تمام؟ هو في مواقع دلوقتي بتساعد للنقطة دي، بتساعد للنقطة دي ازاي؟ يعني بتساعد اللي انت تديها حكايتك وهو يصيغ لك السؤال، بس الموقع ده ب $6 باين. ده ما فيهوش مجاني، حتى ما بيديش فترة مجانية. تمام كده؟ فأنت تمام. محتاج إيه؟ خلوني أدي الطريق. أنت ابحثوا عن صياغة الأوامر دي على الإنترنت. يعني يطلب كده، قول له انا عايز اوامر في كذا، وابدا شوف الناس كاتبه ازاي وابدا اكتب زيها. طبعا الانجليزي افضل من العربي، عشان برضو دي اوضحها، الصياغه في الانجليزي افضل من العربي. انا مثلا عايز اعمل ليسون بلان، فاساله ازاي؟ اساله مثلا ديزاين ليسون بلان تو هيلب ستودنت رايت مثلا انفورميشن مش عارف ايه، يعني اكتب له الصياغ بتاعته، فابدا اكتب بالشكل. تمام كده؟ انا بجهز ورشه، ودي برضو ورشه لكتابه الاوامر عشان اريحكم، بس هي الفكره إن شاء الوقت عندي بقى، او فيديوهات لكتابه الاوامر. خلاص كده؟ بإذن انا الله. كتبتها عندي اهو عشان يبقى هي متذكره بس. تمام؟ طبعا في رسائل شكر كتيرة جدا من السادة ربنا يكرمكم. الحضور بلا استثناء على مجهود حضرتك، الله وطبعا يكرمك. شكر للدكتورة زينب أنها أتاحت للجميع هذه الفرصة. وفي سؤال، هل توجد موثوقية للمعلومات المقدمة من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وكيف يمكن توثيقه في الرسائل العلمية؟ ما هو بصوا معايا، احنا عندنا، انا ما ينفعش اخد من الذكاء الاصطناعي، وانا يعني الناس هتزعل من الكلام ده، بس انا صريح، ما ينفعش ان انا اشتغل في البحث العلمي وانا على ما تفرض. بمعنى ايه؟ يعني ولا انا عارف يعني ايه مشكله بحثيه، ولا انا عارف الاهداف بتتكتب ازاي، ولا انا عارف الصياغه بتاعه الفروض بتتكتب ازاي، وعايز الذكاء الاصطناعي هو اللي يعمل لي كل ده. تمام؟ الذكاء الاصطناعي بيساعدني ممكن اعاده صياغه لمحتوى، فبالتالي انا المفروض اراجع عليه، دي نقطه، بيساعدني في الوصول للابحاث، بيساعدني في تلخيص الابحاث، تمام؟ بيساعدني في صياغه الاهداف والفروض بشكل افضل، بس لازم انا اللي اقول له، مش هو اللي هيعملها، تمام؟ ولو هو سبته هو اللي يعملها لي بدون مراجعتي، او بدون ما انا اكون متعلم يعني ايه بحث علمي، هتعمل مشكله معايا، عشان بيحصل فيه مشاكل كتير فيه. فلازم كده، عشان كده بقول للناس استخدم ادوات الذكاء الاصطناعي بعد ان تكون متمكن من مجالك وفاهم مجالك. ليه؟ علشان هو ما يفتلكش في حاجه يوديك في داهيه. فدي النقطه المهمه، عشان بعض الناس النفوس الضعيفه، بالذات الباحثين اللي نفوسهم ضعيفه، فيها مشكله في النقطه دي. هو عايز الذكاء الاصطناعي ياكله ويشربه ويخرجه ويعمله كل حاجه. مش هينفع. عشان بيدي بعض المعلومات خطأ. كنا لسه بنتحدث أمس على لينكد إن، وإحدى التعليقات اللي هو محرف في القرآن الكريم. شفتوا بقى أيوة. المصيبة في كده؟ يعني ليه؟ طلب منه حاجات حرف القرآن الكريم، وبالتالي علشان برضو المعلومات العربية قليلة عنده،
وهكذا. فدي كلها برضه لازم ننتبه ليها. تمام كده؟ تمام. في سؤال بصراحة يعني عجبني أنا شخصيا، هل توجد برامج للذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدمها ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم؟ لا لازم اصنفهم. احنا قبل اصلا الذكاء الاصطناعي كان في ادوات وده كان من فضل ربنا، انا كنت عامل بحث مثلا خاص للمكفوفين ازاي يتعاملوا مع الفيديوهات عن طريق بعض الادوات. في ادوات ليهم اللي هي قارئات الشاشه اللي بتقرا الشاشات عن طريق الكمبيوتر، وكنت عامل ورشه للاوجمانتد رياليتي للواقع المعزز مثلا لضعاف السمع وذوي الاعاقه اللي هي الاعاقه السمعيه وذارعي القوقعه. فلازم اصنف ذوي الهمم او ذوي الاعاقه عشان اقدر برضه اصنف ليهم الادوات اللي بتاعتي. ففي اصلا ادوات تكنولوجيه. الشخص اللي بيسال راجع الاول الادوات المساعده والمسانده لذوي الاعاقه قبل الذكاء الاصطناعي، هتلاقي في حاجات بتساعده. دخل بقى مع الادوات دي طورها طبقا لكل يعني كل فئه من الفئات دي، دخل لها اداه من الادوات. تمام كده؟ ده التحليل الجيد اللي يمشي معاك ان شاء الله. في اقتراح من زميلة، هل المؤسسات التعليمية ممكن تشترك لجميع العاملين بها مع دفع مقابل في الشات جي بي تي؟ في دلوقتي بلان للاشتراك خاص بالتيم، التيم وورك، ممكن المؤسسات التعليميه تشتغل عليه. وفي اصلا المؤسسات التعليميه ليها دعم دلوقتي عن طريق بعض المنظمات العالميه اللي هي بتدعمها حسب توصل للخدمات. تمام، في أسئلة تاني؟ أنا في ناس رفع يعني إيديها، في عايزين مجموعة مداخلة من صوتية. الأسئلة كتير جدا في الشات بصراحة، ف مش عارفة. طيب في سؤال يا خلينا ناخد دكتور، في سايت مداخلات صوتية. اتفضلي. تمام أوكي، أعتقد هما بس يعني في تقريبا فاضل سؤالين بس ممكن في نقولهم. سايت إيه؟ هو في سؤال بيتكلم عن آه هل اتفضلي. ممكن في مواقع بتقوم بإنشاء اسم مستخدم ويوزر نيم نقدر من خلاله نستخدم برامج الذكاء الاصطناعي فور فري ومجاني؟ فور فري هتديك مده، بعض المواقع بتديك مده، فانت كل ما هتيجي هتروح خش بايميل جديد، هتعمل بقى ايميل جديد لو انت عايز كده، بس مش هتديك الا المده بتاعتها. اما الحاجات اللي هي غير قانونيه بقى اللي انت ده انت عايز تهاك الموقع، دي فيها صعوبه عشان السكيورتي بتاع المواقع كبير قوي كمان. يعني السؤال ده في مشكله. تمام كده؟ طيب يعني اعتقد على قد ما قدرت انه الحمد لله تجاوبنا تقريبا على جميع الاسئله اللي في الشات وفي الكويتشنز اللي موجوده كلها. شكرا ماشي. لحضرتك ورب ومجهود حضرتك. والله ده على راسي من فوق، يعني الشكر ده والله على راسي من فوق. فجزاك الله خير على الشكر، وربنا ينفع للجميع ان شاء الله. ناخد المداخلات الصوتية عشان ما يزعلوش. أكيد طبعا. هو في ترينر، يعني يا ريت نحاول المسميات أساسا. بس حضرتك يا دكتور معلش أنا آسف، ممكن آخد وقت حضرتك دقيقة؟ بالنسبة للشهادات حضرتك بتسألوا على الشهادات، رجاء لما نسجل في الفورم نكتب اسمنا باللغة العربية، موضحين ده؟ يا ريت بس عشان لما احنا يعني صياغة الشهادة باللغة العربية، فلما بنيجي لقينا الاسم بالانجلش فرجاء نكتب اسمنا نسجل الفورم باللغة العربية، دي أول نقطة. ونركز جدا واحنا بنختار الاختيارات على الأستاذ الأستاذة الدكتور الدكتورة، تيسيرا بس في عملية إنتاج الشهادات لحضراتكم. أسفة جدا يا دكتور، اتفضلي ترينر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا لو جينا نقول شكر يبقى مش هنخلص خالص النهارده، هنقعد للعيش. فشكر حضرتك من قلوب الناس كلها، ووجبة جميلة دسمة الحقيقة تكفينا شهور قدام. وشكرا الله يكرمك. لحضرتك وللدكتورة زينب وللدكتورة سوزان ولكل العاملين على إنتاج الورشة دي، فعلا هايلة جدا. يعني هو في جزء من السؤال كان انا كتبته بس محتاجه استكمل عليه. هو انا صاحبه سؤال ان لو المؤسسه التعليميه ممكن تشترك، فحضرتك قلت فيها دعم، بحيث يبقى العاملين كلهم تحت نفس اليوزر نيم بحيث يبقى التكلفه اقل،
الكلام ده للدعم ده للمؤسسات الحكومية للمدارس الحكومية ولا يمكن المدارس الخاصة كمان؟ والله بصي، في بعض الحاجات لما بيبقى فيها education، لما تمام الجهه تتواصل مع الجهه وتقول لهم انا جاي education، بيبقى ليها دعم. تمام في بصي تمام حضرتك، في بعض الدعم للدول الناميه والشرق الاوسط، بس للاسف مش معلنه، فبالتالي محتاجه تمام يكون عندكم مثلا الاي تي او المسؤول، حد يكون بتاع اسأل علاقات كده عامه كده، حرك شويه زي ما بيقولوا بالمصري، يتواصل معاهم تمام ويقول لهم احتاجها كذا كذا وتعليميه، وابعت لهم ايميل رسمي كده، واحتاج مثلا اللي احنا في التخصص. اي تمام موقع من المواقع دي في حاجه اسمها كاستمايز للبلان، تمام فالكاستمايز ده للبزنس ولغيره، فممكن عن طريق النقطه دي. فدي نقطه من تمام النقط اللي انا بدي بس الناس تقدر تتواصل فيها ان شاء الله. تمام استاذن حضرتك في نقطه كمان. اتفضل. لما جينا نتكلم عن المواطنه الرقميه، المواطنه الرقميه كلنا كاشخاص محتاجينها، ما فيش كلام، طالب ومعلم. هل حضرتك شايف ان ولي الامر ازاي ان احنا نشده ندخله في ده، لان هو شئنا ام ابينا بيأثر علينا قوي واحنا شغالين مش عارفين نعمل ايه بسبب ولي الامر، سبيشالي في المدارس الخاصه. لازم ولي الامر تبقى، ما هو المدارس الخاصه يعني ربنا يهديه. بالظبط لازم ولي الامر يبقى ليه دورات تدريبيه ويحضرها غصب عنه. تمام كده؟ غصب عنه. احنا المواطنه الرقميه ازاي بنطلفها نقدر نشده؟ وبنحكيها. يعني نصيحة من ما حضرتك هو ازاي نقدر نشده؟ نصيحه مني، نحكي له المشاكل اللي بتحصل. احنا في مشكله حصلت في مصر، الولد اللي اتقتل واتقطعت عشان الانترنت المظلم، ما ده كان بسبب ايوه ولي الامر اللي في الكويت اللي هو مش منتبه لابنه بيعمل ايه. تمام شفتوا تمام المشكله تفاقمت ازاي؟ يعني مش المدرسه بس. فبالتالي ولي أكيد الامر لازم يؤمن بده. فاحنا ممكن أكيد نعمل ليه زي محاضرات تثقيفيه في بدايه السنه، تبقى من الخطه بتاعتنا. احنا بس المشكله ولي الامر للاسف في المدارس الخاصه بالذات مش مهتمين بيه في النقطه دي، مش محطوط في البلان. أيوه محطوط في البلان، هتزعلي مني بس هقولها، هو محطوط في البلان عشان لما يجي يدفع المصاريف، ودي مهمة. بالضبط كده أكيد صح كده؟ لا، لازم احطه أكيد في طبعا البلان، البلان السنوي اللي انا برفع منه. برفع منه ليه؟ عشان البيت 90% هو الاساس. تمام كده؟ تمام فدي النقطة. تمام؟ شكرا والمواطنة الرقمية صنفتنا احنا كمان للاسف. المواطنة الرقمية صنفت مواطن رقمي ومهاجر رقمي. المهاجر اللي زي حالاتنا، اللي لم يتربى ويترعرع على التكنولوجيا، فأصبحنا تمام مهاجرين. شفت المشكلة فين؟ فالمهاجر ده ربنا ليس له يسامحك التعاب بالتكنولوجيا ولا قدرتها زي المواطن الرقمي اللي هو الطالب وابننا وهكذا. فدي النقطة، فلازم نحط لهم خطط، لازم نقول لهم الحاجات دي كلها ماشي، صح لازم نحكي لهم بطريقة بلدي شوية تمام للمشاكل اللي بتحصل. شوفوا المشاكل بتحصل ازاي، شوفوا كذا، الجروب بتاع الماميز، الجروب بتاع المدرسه، يبقى فيه رسائل توعويه، انفوجرافيك بسيط. إيه يعني؟ زي بقول لك الحاجات دي في الماركتنج، بقى انا بكلمك في التسويق. الحاجات دي زي الزن على الودان كده، لما أولا يشوف مره ايه المواطنه، لما يشوف دي كذا، لما يشوف فيديو، لما يشوف ريلز، نوعي، مش لازم تشرحيه، نوعي تمام بالتكنولوجيا بس. كل الشكر تمام كده؟ لحضرتك شكرا جدا تحت امرك اتفضل والله، تحت امرك. استاذه منور، أستاذة منار لغة عربية، تفضلي. السلام عليكم ازي وعليكم حضرتك السلام يا ورحمة دكتور؟ الله. أهلا وسهلا. دايما سعيدة بسمع من حضرتك كتير جدا، سواء اللي بتديها شكرا. في محاضرة المعلم الرقمي سمعتها من حضرتك، ودايما متطور ربنا الله يزيدك. يعني يخليك. الله يخليك. دكتور أنا كان عندي سؤال، مثلا موقف زي اللي احنا النهاردة كانت الغرفة مثلا بتاخد 300، ممكن الذكاء الاصطناعي ازاي يحل حاجة زي كده؟ يعني هل في مواقع نقدر من خلالها نعمل اجتماعات زي الزوم كده بس تكون كبيرة وتكون مجانية، ولا برضو كل فلوس او ايه، ولا هو الذكاء عن طريق الاصطناعي الزوم يحل نفسه على حاجة؟ فكرة ممكن نربطه، بس يعني الزوم نفسه ممكن يتربط بقناة خاصة باليوتيوب، ممكن يتربط بصفحة الفيسبوك، ممكن يتربط باللينكد ان في نفس الوقت. تمام كده؟ وبالتالي تمام الغرفة هتبقى عليها 300 والحاجات الباقية مفتوحة. فده مش محتاجة تمام ذكاء اصطناعي. تمام كده؟ تمام دي محتاجة بس طيب هي انا كنت عملية الربط. اتفضلي. اشكرك جدا. طيب انا كنت محتاجة كمان من حضرتك انك تقول لنا على مواقع او ادوات للذكاء الاصطناعي في تأسيس الاطفال في اللغة العربية خصوصا، يعني تأسيس الأطفال للغة العربية اللغة العربية خصوصا، يعني
ماشي، خليني ادور لك عليها، عشان دي هو في تاسيس اللغه العربيه مش معتمد على الذكاء الاصطناعي بس، يعني في مواقع قايمه للنقطه دي بس، فخلينا اجمعها لك عشان كنا لسه بنتكلم يا عليها ريت بعض الحاجات دكتور. الشركات شغاله فيها، فهجمعها لك وتواصل معايا بشكل شخصي يعني اعملها لك ان شاء الله باذن الله. أنا أشكر حضرتك جدا يا دكتور، شكرا. أحوال. في حد بعده؟ انا مش عارف اقرا الاسم بس. أعتقد الدكتور يحيى. دكتور يحيى؟ اه ماشي، اتفضل. دكتور يحيى حضرتك تفتح، تقدر تفتح المايك؟ طيب اوكي، في اي سيف دمنهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحب أشكر حضرتك جدا، أنا متابعة لحضرتك بقالي يعني يمكن أكتر من 10 سنوات، بس دي أول مرة تبقى لايف. بحب إن أنا أشكر دكتورة زينب، الدكتورة الرائعة الجميلة، على إنها بتقدم لنا الفرصة دي كل شوية، إحنا بنتعلم. جميل. الله يخليك. أنا اسمي ميساء ربيع، فأنا كان ليا عند حضرتك طلب، عند حضرتك سؤال ودكتورة زينب طلب. إحنا في سؤال، أنا طبعا الذكاء الاصطناعي بيدخل عليه الأطفال. جميل. ازاي، هل يوجد ذكاء اصطناعي خاص بالطفل؟ هل يوجد برامج ذكاء اصطناعي خاصة بالطفل بحيث ان انا امنعه زي برامج المراقبة الأبوية والكلام ده، علشان ما يتطرقش لمناطق معينة او حاجات معينة انا المرحلة العمرية غير مناسبة ايه للإجابات اللي بيجاوبها او الحاجات الترشيحات اللي بيرشحها الذكاء الايه الاصطناعي للطلاب. نمرة 2، هل في مواقع ذكاء اصطناعي مجانية بتنمي الكونفرسيشن في اللغات سواء الانجليش او الالماني او كده؟ في يعني خليني اجمع لك في حاجات كتير بالنسبه للانجليش كونفرسيشن والكتابات في موجوده، تمام كده. بصوا على يعني الكتاب اللي انا رفعته لكم وهبعت لكم كام رابط بيجمع الادوات دي كلها، برضه هجمع يعني انا هجمع الروابط دي كلها ان شاء الله باذن الله تعالى وتبقى عندكم. دي نقطه. والنقطه الثانيه السؤال الاولاني بقى، الجزء الاولاني بتاع الطفل، تمام. انا ضد اللي انت تراقبيه، يعني سامحوني انا ممكن يكون ليا فكر مختلف شويه، ماشي، فاستحملوني في النقطه دي. ربوا الاولاد مخافة الله، تمام كده، وصاحبوه، بس هما النقطتين دول. النقطتين دول لو عالجناهم صح وأسسناهم صح في أولادنا وطلابنا، أي أمور أخرى هيبقى سهل جدا. مهما عملت رقابة، أنا حضرت مرة كانت في حديث كده مع طلبة اللي كانوا بيتكلموا موهوبين أو حاجة زي كده، وبيقولوا لهم ايه، كانوا حد من الاولياء الامور، احنا عايزين حاجه تقفل المواقع، واحد منهم طالب طلع قال لك وانا عندي مواقع بتفتح الحاجات اللي هم بيقفلوا بيها. شفت الفكره ازاي؟ دول سنهم صغير، فبالتالي صعب اللي انا هقفل عليه. ليه؟ تعالي لو انت قفلت عليه دلوقتي في الذكاء الاصطناعي والمواقع، هتقدري تقفلي عليه في البلاي ستيشن. البلاي ستيشن دلوقتي جواها في 3 دي اللي بيعملوه والحاجات دي كلها، حاجات تخرب كل التربيه وكل شيء. فانا عشان كده بقول لكم هم النقطتين دول، تمام، اللي نربي اولادنا كويس، نربيهم على مخافه ربنا وننتبه ليهم. ما ينفعش اللي انا كولي امر او معلم عيني على طول على الموبايل. انا حتى دي كنت بقولها، قلتها في لقاء سابق، ارفعوا عينكم من على الموبايلات وبصوا في عينين اولادكم. بس لو قدرنا نبص في عينين اولادنا وصاحبناهم، كل الامور دي هتتعالج ان شاء الله، تمام كده. جميل. اوكي طيب، انا عندي فكره ان انا المنصه الاكاديميه المهنيه للمعلمين انها تستفيد من الذكاء الايه الاصطناعي، بحيث ان انا يبقى عندي روبوتات شات تفاعليه، وليكن حتى في البدايه اللي هي الروبوتات، مش لازم اللي هي المولده، انا محتاجين ممكن بقى دي استخدمها الدكتورة تطورها بقى، كتب محتاجين ويبات الدكتورة كده في زينب بقى الاول، دي. وبعدين نتطور شويه بشويه. انا عندي الدعم خلاص، احنا الفني عندي عندك في اختراع، الاكاديميه ما شاء الله على خليني مستوى الجمهوريه،
ممكن اجمع منه الاسئله اللي بتتسال له واجيب الاجابات يعني بسهوله جدا، وابتدي اعمل المنصه وادعم المنصه بالايه؟ بالروبوشات اللي عندي على المنصه. نمره اتنين، انا عندي فكره ان انا برضو ممكن ان انا يبقى عندي حقيبه تدريبيه المعلم الرقمي، تقدم لي زي فيديوهات او حاجات تعلم مصغر للايه؟ للمعلمين، ويبقى داخل فيها الجزئيه بتاعت الذكاء الاصطناعي، وتبقى ربطهم بالمناهج بتاعتهم، وتبقى انا عندي يعني نقسمها حتى على الأقل، يبقى أنا عندي كل تخصص له أدوات معينة، فأنا أدعمهم في بهذه الإيه الأدوات. وشكرا لكم. الله يكرمك الدكتورة زينب، هيبقى ليك اقتراحات إن أنا شاء الله. بشكر حضرتك جدا على اللي قلتيه، والحقيقة اقتراح حضرتك احنا شغالين عليه فعلا. احنا بنطور المنصة بتاعة الأكاديمية، وهيبقى فيها شات بوت خاص بالرد الآلي على أي استفسار، إضافة إلى إن احنا فعلا احنا الترقيات كانت السنة دي للمعلم، والمعلم الأول كانت حقيبة خاصة بالمعلم الرقمي، وكان فيها أجزاء عن الذكاء الاصطناعي، جميل. والحقيبة دي المعلم الكبير والمعلم كانت برضو بتقدم على مجتمعات التعلم المهنية والذكاء الاصطناعي. وحتى احنا الورشة الأولى اللي خدناها الخاصة بتطبيقات التعلم الذكاء الاصطناعي في العمليات التعليمية، احنا خدنا الرابط والفيديو وحطيناه كمصدر من كان مصادر جميل. يبقى عليها المعلم المساعد للدورة التدريبية اللي شغالة. فإن شاء الله بإذن الله، وأنا بشكرك جدا، وأي مقترحات من الزملاء هيقدموها احنا بناخدها في الاعتبار، لأن معالي الوزير حقيقة بيدعمنا وفعلا دايما بيبحث عن إزاي ننمي مهارات المعلم بالطرق الجديدة. بشكرك جدا. شكرا دكتور زين، شكرا، ألف ألف شكر. دكتور يحيى، أستاذة حضرتك دكتور زينب، معلش أستاذة حضرتك دكتور محمد، استكمالا للكلام الدكتور، احنا هيكون في رابط هيتم إرساله على جروب الواتساب ك يعني استطلاع رأي عن الورشة بالموضوعات، وكذلك هيضم سؤال عن أهم التطبيقات اللي حضراتكم استخدموها أو بتوظفوها في العملية التعليمية، وكذلك أهم التوصيات اللي حضراتكم شايفين احنا ممكن نطلع بيها كمخرج من ورشة اليوم. اتفضل يا دكتور محمد. اتفضلوا بقى نكمل الأسئلة، أنا معاكم الدكتور يحيى أو الأستاذ محمد عبد الرحمن. دكتور يحيى فتح المايك، اتفضل يا دكتور يحيى. أنا فتحت محمد عبد الرحمن. ماشي، ما هو أي بس. حد بقى، الدكتور طيب يحيى مع السلام نفسه. عليكم. أنا وعليكم بس كان السلام ورحمة ليا الله. رجاء، طبعًا أنا خايف إن حتة إن إحنا نبدأ ندخل في التكنولوجيا بشكل واسع تعمل طبقية هنا ليست على أساس مادي ولكن على أساس وعي. في ناس عندها وعي بالتكنولوجيا وفي ناس للأسف الشديد ما عندهاش وعي. مش هنقدر نحل دلوقتي، لكن انا ليا رجاء من الفروع الاكاديميات المهنيه للمعلمين ان هي السبيل اللي قدامنا، وهي يعني طوق النجاه لينا في حل هذه المشكله، ان هي تبدا تعمل منصات تعليميه. طبعا ده هتحتاج مشاركه مجتمعيه، لان احنا بنشتغل افراد، ما نعرفش كل حد بيشتغل كده لوحده مش هنوصل لنتيجه في التعليم. لكن لما بنكون تحت مظله زي الفروع الاكاديميات تبدا دي تعمل مبادرات من المعلمين المتميزين بمشاركه مجتمعيه، ويبدا بيها فيها المعلمين دول هيكونوا نواه لتدريب الناس، انتهاء بشيء مهم جدا واللي اثير من الدكتور سلمان، اللي هو ان احنا نبدا نوصل لمرحله ان احنا نعمل التقييم والتقويم بعمليات طبعا تكون بالذكاء، او طبعا ان احنا من خلال بنوك الاسئله اللي دول عربيه زي المملكه سالتنا فيها. لان احنا لو ما وصلناش ان احنا نوصل بهذه المنظومه الى التقويم، سيظل ذهنيه المواطن المصري ومجتمعنا للاسف الشديد قائمه على انا مخرجاتي عايز اوصل اجيب شهاده عشان اجيب تعليم، فما دون ذلك بيكون الناتج ضعيف جدا عند المعلمين، ضعيف في المجتمع، ناهيك طبعا للاسف الشديد عن الانفصال الكبير ما بين المأمول وواقع التدريس في كليات التربيه. شكرا على الاطار. بس حضرتك أنا بس أستأذنكم أرد على النقطة دي. أولا أنا بشكرك جدا وبحيي جميع الزملاء، لأن مشاركاتهم فعلا قيمة جدا.
بالنسبة للتنمية المهنية المستدامة ودور الأكاديمية، احنا في دلوقتي في جاري دلوقتي تفعيل دور مركز التعليم عن بعد إن شاء الله، والديجيتال لايبراري، وإن شاء الله بإذن الله هيكون موجود فيها برامج للتنمية المهنية المستدامة، وكل الورش الموجودة دي هنرفعها على المنصة وعلى مركز التعليم عن بعد. إضافة إن احنا يمكن انتوا سمعتوا عن مسابقة المعلم الرقمي، والحقيقة قريب جدا هنعلن عن نتائج الفايزين والمحتوى العلمي. الناس اللي فازت طبعا في جوائز ليهم، والناس حتى اللي ما لهمش جوائز ليهم شهادات تقدير، وإن شاء الله السبعين الأوائل في 30 هيبقى ليهم جوائز، وفي عندي 40 هياخدوا شهادات تقدير. والمحتوى الرقمي اللي هم شاركوا بيه ان شاء الله هيترفع من على مركز التعليم الالكتروني، وهيبقى فيه اتاحه بعد كده للمعلمين يقدروا يرفعوا فيديوهاتهم المتميزه، ويبقى فيه فوتنج على الفيديو وعدد مرات التحميل، وان شاء الله هيبقى فيه شغل كتير هنعلن عنه. بس انا بحييكم، افكاركم راقيه ومتميزه واضافه لينا، والحقيقة زي ما أنا قلت لكم بقى الوزير بيدعم كل الأفكار الجديدة ومتحمس جدا للمسابقة وللفايزين، والحقيقة هي بدعم اليونسكو، وقريب جدا هتسمعوا أخبار كويسة. بس أنا سعيدة وفخورة بأفكاركم. شكرا، اتفضل يا دكتور. شكرا يا دكتوره، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، والافكار الجميله دي ان شاء الله تبقى على ارض الواقع باذن الله. نكمل دكتور يحيى عشان مش عارفين، انت مش عارف توصل لنا. دكتوره ايمان، طيب قبل ما نعالج المشكله اللي عنده، دكتوره ايمان اتفضلي. سمعنا؟ سامعني؟ دكتورة إيمان؟ أستاذة عنايات أو دكتورة عنايات، يعني طالما يعني نخلينا اللي بعده، اللي ما لحد ما يحل المشكلة. دكتورة زينب، المايكات في مشكلة عندهم؟ طب حاضر، هفتح أنا هحاول أشوفها بس. ايوه، هل الصوت واضح؟ اتفضلي. ماشي، شكرا هنعالج يا جزيلا. دكتور يحيى. حاضر، اتفضلي يا دكتورة إيمان وبعدين دكتور يحيى. سمعنا كده دكتور يحيى؟ طيب فتحت. طيب اتفضلي يا دكتور. تمام دكتور محمد، الأول شكرا جزيلا على العرض الرائع ده، تستحق فعلا كل كلمة مكتوبة عنك في الله التعريف. يكرمك، الله يكرمك. موضوعية، تمكن، سعة اطلاع، خبرة واسعة، ده مش مجاملة، ده رأي من اللي شفته النهاردة أونلاين. الله ويمكن يكرمك. أول تعارف لينا حتى مع الدكتورة زينب خليفة كان في أحد مؤتمرات الأونلاين مع الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي، وكنا بالفعل. عملنا وكنت عملت الصورة المجمعة بتاعت المؤتمر وقت كورونا. وأكتر الملاحظات اللي كانت بتجيلي وقتها إن أنا حاطة صورة الدكتورة زينب مرتين في وسط الجمع، تمام. فكانت من الحاجات القيمة الحقيقة. أنا ليا 3 عناصر في المداخلة. الحاجة تفضل. الأولانية، ويمكن بتفق فيها مع حضرتك تماما ومع الزملاء اللي قدموا مداخلاتهم وأسئلتهم، طريقة كتابة الأوامر في برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي، علم كامل اسمه البرومبت انجينيرينج، اللي هو إزاي أوصل للي أنا عاوزاه. هو في النهاية كيان إلكتروني محتاج مني أديله أوامر، بس بتفق مع حضرتك في إن الأوامر دي هي صاحب الشأن فيها صاحب الاختصاص، المعلم أو حتى الطالب اللي هيتعامل مع البرنامج. ويمكن ليا تجربة شخصية في أحد البرامج اللي هي بتعمل بتخلق الأصوات إلكترونية، تمام. كتبت له بيت شعر، الشعر في نهايته فيه فاصلة، كانت أول محاولة، ودي ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو بياخد مني ويديني، عشان كده بيقول كل ما زادت المحاولات كل ما كان أفضل. إنه نطق كلمة فاصلة، يعني أنا حاطة إشارة الفاصلة
هو قال بيت الشعر وبعدين فاصلة، فاضطريت أعمل كل بيت في سطر لوحده عشان يفهم إن دي نهاية الجملة. وقد كان بعد أكثر من محاولة بقيت أحط الفاصلة وبقى يسكت تلقائي، ما ينطقهاش كفاصلة. عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول إن كل ما زادت المحاولات للوصول إلى المطلوب من الذكاء الاصطناعي التوليدي أيا مكان البرنامج، كل ما قدر يفهم أكتر المستخدم عاوز إيه. ودي نقطة، النقطة الأولى اللي بتفق مع حضرتك فيها تماما. النقطة الثانية، هرم المعرفة. يمكن دي من الأسس اللي قايم عليها مكتب تكنولوجيا التعليم في وزارة التربية الأمريكية، ناشر بحث مطول أو زي تحقيق كده واخد فيه جميع المختصين في مجالهم في تكنولوجيا التعليم، كان في 2023 ومنشور على موقع وزارة التربية الأمريكية الـ US Department of State. الأساس اللي بيقوم عليها هو ضرورة التدخل البشري في نواتج برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل حتمي، سواء من المعلم أو من الطالب. وده يرجع للنقطة الأساسية اللي حضرتك أكدت عليها أثناء المحاضرة، إنه ضروري إن يكون المعلم متمكن من أدواته، عارف مشكلة البحث، عارف إيه الأدوات اللي هيستخدمها، عارف المعوقات اللي بيتعامل معاها، عشان يعرف يتداخل مع نتائج برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم. يمكن مكتب تكنولوجيا التعليم في وزارة التربية الأمريكية يعني حاطط معايير لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الملائمة للاستخدام التعليمي، أساسها ضرورة التدخل البشري والتدخل البشري الواعي سواء من الطالب أو المعلم. وده متفق مع هرم المعرفة اللي زمان كان مقتصر على الثلاث حاجات بتاعة الجهاز الكمبيوتر، اللي هو البيانات الديتا، وبعدين لو هنعمل عليهم شوية بروسيسنج هيبقى عندنا انفورميشن، وبعدين نعمل عليهم شوية بروسيسنج يبقى عندنا نوليدج. حطوا بقى حاجتين زيادة فوق النوليدج اللي هي الانسايت أو البصيرة ثم الحكمة. النقطتين اللي فوق دول صعب على الذكاء الاصطناعي مهما كانت إمكانياته التوليدية إنه يوصل ليها، رغم إن هم دلوقتي بناء على البيج ديتا عرفوا يخلوه أكثر إنسانية زي ما حضرتك اتفضلت ووضحت، إنه يتعامل مع المشاعر، يتعامل مع الكلام، يقدر مشكلتك. لكن يبقى موضوع البصيرة والحكمة اللي هو ما يميز العقل البشري، اللي أشارت ليه بعض الجهات الأساسية على مستوى العالم اللي هي وزارة التربية الأمريكية أو الـ US Department of State of Education، إنه لازم التدخل البشري الواعي سواء من طالب أو معلم. والتدخل ده بتفق فيه مع حضرتك فيما أشرت إليه، إنه لازم يكون واعي يعني مدرك للأبعاد كلها. النقطة الأخيرة بقى اللي عاوزة يعني أسلط الضوء عليها وبتفق فيها مع حضرتك برضو تماما في موضوع تربية الأبناء، وإنهم على يعني أنا بحييك الأول على الحاجات اللي حضرتك بتنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك. أذكر جيدا إن في حاجات كنت بشيرها على صفحتي العامة تخص تعامل الأمهات وأولياء الأمور مع الأبناء. حضرتك كنت عاملها كده في زي تريكات سلسلة صغيرة كده، صور أيوة كانت في سلسلة منتهى الأم الرقم. بالظبط بالظبط. وعاوزة أقول لك إن في ناس أو أولياء أمور كتير على صفحتي أنا الشخصية مع الطلاب اللي بدرسهم كانوا بيدخلوا يتفاعلوا مع صفحتك لهذه التيبس، خلينا نقول اللي حضرتك بتديها. كان ليا بحث عن الأمن بجهز حاجة الفكري. تانية. هقطع بس كلام حضرتك، أنا بجهز حاجة تانية إن شاء الله بإذن الله تعالى للأسرة كمان كاملة ده بإذن ممتاز الله تعالى. جدا، ده في ميزان حسناتك. محتاجين إن شاء الله محتاجين إن شاء سواء الله للمواطنة أو حياتنا العامة بإذن الله حاليا مع الثورات اللي بتحصل دي. كان إن شاء ليا الله. بحث عن الأمن الفكري منشور في جامعة الملك سعود، كنت بنادي فيه بس بعد ما يعني حللت الموضوع تشريعيا وأسريا، إنه مفيش سبيل حاليا مع التطورات دي غير بالحماية الذاتية، اللي بتفق فيها برضو مع حضرتك في انه ربيه على خشية الله، بص عليه، بص في عينيه، لانه في النهاية هيواجه الحياة بكبرها وبطولها وبكل تجاربها لوحده. هيبقى في مشاعر عنده مش هيعرف يفصح عنها، محدش هيبقى عارفها غيره. فحتة الحماية الذاتية او الاصول اللي بتتزرع من الصغر، مع ما بنكرش الجهاد الاعظم وهو جهاد النفس،
مع اللي بيحصل في زماننا ده، لكن اتفق معاك في موضوع الحماية الذاتية او انه تربيه على خشية الله والتبع. ممتنة لحضرتك جدا، شكرا لحضرتك وبتحية دكتور. كبيرة للقائمين على أكاديمية التنمية المهنية للمعلمين، عمل مبارك بإذن الله من أول ناس فيه لآخرهم، وإن شاء الله يعني يكون فيه دورات أكثر في المجالات دي. شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور. دكتور يحيى، عشان يعني احنا طولنا عليك، معلش. اتفضل يا دكتور يحيى. حضرتك اتكلم، انت فاتح المايك بس اتكلم بقى، افتح المايك واتكلم. المايك مفتوح اهو، اتكلم بقى اتفضل. الصوت مش واصل، احنا مش سامعين حضرتك. هو في مشكلة كده عند حضرتك بقى. أستاذة عنايات، عقبال ما تحل المشكلة مع الدكتور يحيى. أستاذة عنايات رجب، اتفضلي. اتفضلي يا استاذ عنايات. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك، يعني أول مرة أحضر. أنا أخصائي أي تي في مدرسة ثانوي، ومدرب تكنولوجي معتمد. إن شاء الله في الفترة اللي جاية، من بداية من الشهر اللي جاي قبل امتحانات الثانوية العامة، هنبدأ تدريبات ذكاء اصطناعي للطلبة. فكنت حابة يعني لو الشات جي بي تي والموقع اللي حضرتك قلت عليه انه يكون متاح للمعلمين بدعم مثلا من الوزارة، زي تطبيق اوفيس 365. احنا هو كان يعني بمقابل مادي، ولكن الوزارة دعمته للمعلمين بمقابل 12 دولار في الشهر. كانت الوزارة بتدفع لنا 12 دولار في الشهر. في كانت مجموعة من التطبيقات الحلوة الرائعة، زي الوان درايف، السي واي، الديلفي، التيمز. كل التطبيقات دي احنا كنا بندرب عليها المعلمين، وكانت يعني تدريبات مفيدة جدا للمعلم، زي مثلا الفورم، زي الكويزات اللي بيعملها المعلم، بيدعم الدرس بتاعه أو الشرح بتاعه، بيعمل فورماتيف، بيعمل كويز، بيعمل اي جانب للتواصل مع الطالب. وفادتنا العمليه دي في ايام المنحه، ايام محنه كورونا، ان احنا كنا شغالين يعني مع المعلمين، كانوا اخذوا التدريبات دي على ايدينا، تدريبات اللي هي مايكروسوفت اوفيس، واستفادوا بيها انهم بيعملوا امتحانات الشهور، امتحانات للمتعلمين معاهم، وهكذا. الشات جي بي تي احنا لو هو هيدعم المعلم في العملية التعليمية، فاحنا يعني عايزين حضرتك تضم صوتك لصوتنا، ان احنا نطالب بالوزارة او دكتورة زينب ان احنا نوفره بدعم من الوزارة للمعلم، او يكون مجانا بالكامل. يعني أنا بتكلم بصفتي مدرب، وبدرب معلمين وبدرب طلبة، وشغالة من زمان، من 2008 في الموضوع ده. ان شاء الله باذن الله تعالى الدكتوره زينب معانا، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني يكون في اكشن فيها باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. تمام إن كده؟ شاء الله. في اي سؤال شكرا تاني؟ شكرا لحضرتك، شكرا شكرا لي. جزيلا. دكتور يحيى، حليت المشكله يا دكتور يحيى؟ ولا ننتقل؟ انا بس عايز اسرع علشان احنا طولنا على الناس في الاسئله بس كده. ممكن استاذ محمود سريعا، عشان هو خلاص هو باقي ثلاثه. انا يعني بعد كده يعني هناخد سؤالين كمان عشان نقفل، عشان طولنا على الناس. تمام كده؟ فممكن ناخد سؤالين
دكتور يحيى لو تقدر تتكلم اتفضل عشان احنا طولنا عليك، وبعد كده ناخد الاستاذ محمود والاستاذ ياسر والمتبقيين ان شاء الله باذن الله تعالى. ممكن يتواصلوا معايا بشكل شخصي وانا اجاوبهم ان شاء الله. تمام دكتور يحيى برضو نفس المشكله. ماشي طب اتفضل استاذ محمود. استاذ محمود اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرفت أستاذنا والله بسماع حضرتك والله والاستفادة من حضرتك محمود عبد الجواد دكتور بكلية التربية جامعة الأزهر. أهلا وسهلا دكتور، اتفضل يا دكتور. الله يكرمك أستاذنا الله يحفظك. هل من الممكن يا أستاذنا إن يكون في تطبيقات للمعلم إن هو يدشن كده برامج خاصة بالذكاء الاصطناعي بنفسه يحط عليها كده الحاجات المناسبة لطلابه، أو إنه يحط عليها مثلا أسئلة تقويمية، او يحط عليها مثلا استبيانات او لازم على المنصه يا دكتور، في لازم منصه خاصه، لازم تتعمل منصه كاستمايز وتتربط بادوات تكون مرسومه للحاجات اللي حضرتك تفضلت بيها. اما في تمام. الحاجات المفتوحه جنرال دلوقتي تمام تمام الكنترول بتاعها، بعض الحاجات ممكن تعمل كنترول مقابل اشتراك معين، فبالتالي دي نقطه مهمه. بس يا استاذ جزاكم الله هي دي خير. النقطه، ممكن النقطه دي. تمام كده؟ هو أنا ممكن أقول لحضرتك حاجة، ممكن تشوف الورشة السابقة اللي تم يعني نشرها من الأكاديمية، هتلاقي فيه تطبيق وقايم على الـ AI وبالخطوات، تقدر تنفذ الخطوات وتستفيد منها. الورشة تمام السابقة اللي قبل دي على طول. تمام يا وشكرا. دكتور تمام شكرا. أستاذ ياسر وبعد كده نقفل الأسئلة وإن شاء الله بإذن الله تعالى أرد عليكم أنا بشكل شخصي للناس المتبقية يعني بإذن الله، عشان كده طولنا عليكم والناس ما تزهقش مننا. اتفضل يا أستاذ ياسر. آخر سؤال ده معانا. أستاذ ياسر. آخر سؤال. طب اتفضلي دكتورة أمال. يبقى كده آخر سؤال دكتورة أمل. اتفضلي دكتورة أمل. السلام عليكم يا دكتور محمود، وفي عليكم السلام البداية ورحمة طبعا الله وبركاته. شكرا لحضرتك على المجهود الرائع والأداء المتميز. شكرا أستاذة دكتورة زينب على هذه النوعية من الورش اللي فعلا أثرت الجميع. ربنا يبارك لكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. أنا الحقيقة خشيت إن أنا ما يبقاش لي الحظ إن أنا أوجه سؤالي، فكتبته لحضرتك على الشات. أنا شغلاني قضية يا دكتور محمود، إزاي أوصل لمرحلة من التوازن بين فكر وإبداع المعلم في تخطيطه في تنفيذه في عمله في أداءاته التدريسية المتنوعة، وبين الاعتماد الكلي على المحتوى اللي بيظهره لي الشات أو الذكاء الاصطناعي بشكل عام مع التطور اللي بيحصل. إن أنا دلوقتي مش بكتب، ده أنا بتكلم معاه، ده أنا برفع له فايل، ده أنا، وبالتالي أنا شاغلني إبداع المعلم. إزاي أحافظ على إبداع المعلم وأفهمه إن لابد من التدخل زي ما الدكتورة إيمان تفضلت من شوية، التدخل البشري، إن المحتوى اللي بيطلع لك لازم يبقى ليك دور في مراجعته، في تنقيحه، في ضبطه، مش مجرد ان انا بعمل كوبي وبيست وبالتالي هوصل لصورة مشوهة من الأداء التدريسي للمعلم. ما هي النقطة أنا يعني دي وضحتها للدكتورة وبوضحها تاني، لازم أكون متمكن من مجالي من علمي من اللي أنا فاهمه عشان أقدر آخد منه. لو أنا خدت زي ما حضرتك تفضلت من الذكاء الاصطناعي بدون تدخلي أنا هيحصل التشوه ده، فإحنا محتاجين نعلم دي. وأنا حتى بناديها بين الباحثين، هو للأسف اللي ظاهر دلوقتي في السوشيال ميديا بيوريك إن الذكاء الاصطناعي ده هيبهرك هيعمل كل حاجة، بس هو مش بيعمل كل حاجة، هو بيعمل بناء على تفاعلي أنا معاه وبناء على فهمي. فأنا لو أنا عندي فهمي للمحتوى بتاعي والعلمي ضئيل هتحصل مشكلة بعد كده، أنا هوصل له بشكل ضئيل فهو هيديني الناتج بشكل ضئيل. فيها محورين، محور داخلي لازم المعلم يفهم النقطة دي ويدرب نفسه على الإبداع ويفهم مادته، ومحور تاني هو لازم لو المعلم هيعتمد كده على ده بس هيحصل له مشكلة. فأول ما تحصل له المشكلة هيبدأ بقى يراجع نفسه لما تحصل المشكلة. فهي دي النقطة. فإحنا بننادي يعني والله في كل الورش بنادي بقول لهم الأدوات مش المهم، المهم الأول أنت ثم تأتي بعديها الأدوات. هنحاول يعني ننادي على يعني في محاضرات للأخلاقيات أكتر من كده، في محاضرات لتطوير الأداء الفردي عشان
اقدر اطور ادائي مع الذكاء الاصطناعي ازاي، ودي نقطه مهمه في المجالات. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تكون فيها ورش، ويكون فيها طبعا تثقيف اكتر للمعلمين باذن الله تعالى عشان نوصل ده ان شاء الله. تمام، انا أشكرك يا اكتفي دكتور محمود، بالكلام. ولو سمحت لي اتفضلي. مقترح صغير للأستاذة الدكتورة زينب في ضوء التنمية المستدامة اللي حضرتك أشرت إليها أستاذتنا، أعتقد إحنا في الحالة دي محتاجين برضو نوجه بعض يعني الاهتمام للموجهين، لأن هو اللي بيقوم بمتابعة المعلم بتاعي، فلو أنا الموجه عندي ما عندوش القدرات دي والخبرات دي والمهارات دي مش هيقدر يساعد المعلم في ظل المحتوى اللي إحنا فيه أو ظل المنظومة اللي احنا بنسعى إليها. وشكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، وانا اكتفي بالاسئله، وشكرا لحضراتكم جميعا باذن الله تعالى، وشكرا ليك يا دكتور زينب على الدعوه الكريمه والجميله من حضرتك. يعني انا بستسمح الناس اللي عنده سؤال ممكن يتواصل معايا بشكل شخصي على اي صفحه من الصفحات الخاصه بالسوشيال ميديا بتاعتي، وانا هجاوبه ان شاء الله، بحيث برضه عشان ما يزعلوش مننا. وشكرا لسعه صدركم يعني وصبركم على الوقت اللي انتوا قضيتوه معانا ده، تمام كده؟ وجزاكم الله خيرا، وشكرا ليك يا دكتور زينب، والمايك مع حضرتك بقى لو في اي مداخله او حاجه. انا أنا في النهاية أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على ورشة عمل متميزة جدا اللي حضرتك صرت وقلت فعلا في الذكاء الاصطناعي بتطبيقاته وجزء تطبيقي وجزء نظري. فالحقيقة أنا بشكرك جدا جدا على العلم الوفير ونفع الله بعلمكم. بشكر جميع الزملاء والسادة الحضور على فعلا إن هم التزامهم بالحضور وشغفهم إن هم يناموا نفسهم، ودي حاجة جميلة جدا ومبشرة ان شاء الله المعلم ان شاء الله بإذن الله يعني بيسعى ان هو يطور من أدائه، وده هينعكس على أدائه مع طلابنا. بشكر كل فريق العمل اللي قايم على الورشة، من ولادنا في الأكاديمية، من أعضاء النظم، من ولادنا اللي قايمين دلوقتي على الورشة ومتابعتها والتسجيل والمونتاج. وأنا بطمن الزملاء إن إن شاء الله الشهادة بتاعت الورشة الماضية هتبعت لكم على الجروب، وشهادة الورشة الحالية إن شاء الله هنبعتها لكم على الجروب، وإن شاء الله كل اللينكات اللي الدكتور محمد قالها بعتناها على الجروب، وإن شاء الله بإذن الله أي أسئلة لم يتم الإجابة عليها إن شاء الله إحنا هناخدها كوبي نبعتها للدكتور محمد، وهنرد على كل تساؤلاتكم. وإحنا خدنا وعد من الدكتور محمد إن في ورشة قادمة، وأنا بوعدكم إن شاء الله في ندوة إن شاء الله برضو متميزة جدا مفاجأة هننزلها لكم برضو على الجروب بتاع الورش. واحنا مستمرين في سلسله الورش الخاصه بالتنميه المهنيه، وبنسعد بيكم وبنسعد بمشاركتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.